مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هكلمكم فيه النهاردة. الحقيقة ثورة بتحصل في العالم مخيفة في أبعادها، وأبعادها أكثر بكثير جدا من أي حاجة شفناها قبل كده. أنا بتابع الموضوعات دي من مدة طويلة، وعلى اتصال بناس، واشتغل في اللجان مع ناس كتير. إنما اللي بدأ يحدث في السنتين ثلاثة اللي فاتوا هو سرعة متزايدة في تحول نوعي في علاقة الإنسان بالكمبيوتر. جزء منه إنه الناس اللي ماسكة موبايلات دلوقتي بقت الموبايلات ده هي تزاوجت مع الانترنت، واصبح سمارت فون وسيله اساسيه في مش بس التواصل الاجتماعي والتليفونات والى اخره، انما ايضا في التعامل مع شبكه الانترنت بابعادها كلها. انما في قفزه جديده حصلت في السنتين اللي فاتوا لما يسمى بالذكاء الصناعي او الارتفيشال انتليجنس، وده يعني كم التغيرات اللي بتحصل دي مخوفة بعض الناس وبتبسط بعض الناس الآخرين. الناس اللي بتكلم عنهم المتخوفين ما هماش جهلة، يعني بروفيسور ستيفن هوكينج على مستوى أينشتاين في التفكير في الفيزياء وفي الكوزمولوجي من المتخوفين. بيل جيتس من المتخوفين، وما نقدرش نقول ان بيل جيتس يعني ما كانش له دور كبير جدا في انه اطلق ثورة الكمبيوتر. فلما يبقى عندنا حوارات شغالة في العالم الخارجي دلوقتي حول الذكاء الصناعي تضم عمالقة زي بنت سيرف وبيل جيتس ومجموعات أخرى من كبار المفكرين في هذه الأمور، أنا تهيألي أنه يبقى من المفيد أن أسرة مكتبة اسكندرية تعرف المزيد عن الموضوع ده، خصوصا ليه دلوقتي؟ لأنه قعدنا فترة طويلة جدا، يمكن أكثر من 50 سنة، بنتكلم في الذكاء الصناعي وكل مرة ما فيش حاجة بتتحقق فعليا. وترتب على كده ان انا بشبهها بان حد بيزق حجرة او كرة تقيلة قوي بيطلع بيها كده زي جبل، وبعدين مرة واحدة وصل القمة وراح الناحية التانية، فالكرة بتجري وهو بيجري وراها. اللي حصل في السنتين اللي فاتوا دول ان احنا عدينا الهامب ده، وتلاحقت التغيرات بشكل رهيب جدا، بما فيها حاجة هقولها في رابع، انا مقسمها 4 حتت، هقولها في رابع حتة حاجة اسمها الديب ليرنينج، ان المكن بيتعلم لوحده مش محتاج لبشر، بيزود معلوماته لوحده خلاص، مش محتاج لنا كبشر نخش في عملية تعليم. طبعا احنا كلكم اشتغلتم مثلا بالاو سي ار وبالانتليجنت كاركتر ريكوجنيشن اللي تقعد تصلح له كاركتر، هو يتعلم من التصليحة دي عشان المرة الجاية لما يشوف الحرف الجيم يبقى عارف ان ده حرف جيم الى اخره. ده اللي هو conditioned learning بنعمله مع المكنة. ده كان زمان بتعمل حاجة، دلوقتي المكنة بتعلم لوحده وبيوصل الى انه يفكر في حل مشاكل لوحده. فاللي كان موجود من سنتين ثلاثة اللي هو انه في الاخر دي مجرد مكنة، فاللي هيطلع منها هو اللي انا حطيته فيها، is no longer true. لأول مرة كان لغاية من سنتين ثلاثة نقدر نقول ان دي مجرد مكنة، هسألها سؤال بتجاوب عليه عشان انا حطيت الاجابة دي جوه المكنة اصلا، او حطيت مكونات الاجابة دي اصلا. دلوقتي لا، هي تروح تجيب الإجابات لوحدها. وبدأتوا تشوفوا وتسمعوا عن أجزاء من هذا التصور بتاع الـ New Artificial Intelligence
في الكلام عن العربيات اللي من غير سواقين. في فرق بين القطر اللي من غير سواق او الطياره، لان الطياره برضه لما بتنزل بتنزل لوحدها، وفي فرق مع عربيه هتمشي في مرور هتقدر تعمل قرارات طول الوقت ازاي تعمل الحكايه دي. فموضوعنا النهارده هو الكمبيوتر والذكاء الصناعي، من اين اتى والى اين وصلنا والى اين نحن ذاهبون. فهبتدي باربع حاجات هي يعني هكلم الاول على الكمبيوتر جه منين، وصلنا ازاي، وبعدين هكلم على الذكاء الصناعي، وبعدين هكلم على الروبوتس ودور الروبوتس والعلاقة بين البشر والروبوتس، وبعدين آخر حاجة أفاق مستقبلية. اللي كانوا معايا في ريتريت المانجرز سمعوا جزء صغير من الأفاق المستقبلية لما أديتكم الأرقام اللي بتحصل حاليا في الإنترنت إكسبلوجن وفي حجم الديتا اللي موجود. فخلينا نبتدي بسؤال، لان احنا كلنا طبعا بنعرف الكمبيوترات بتاعتنا ومعتمدين عليها وبنتفاعل معها يوميا. فالسؤال هو، طب الكمبيوتر ده جه منين؟ ايه قصته؟ بنستعملهم في التايبينج، بنستعملهم في الحساب، بنستعملهم في الكوميونيكيشنز الايميلز، ولكن هما جم منين الكمبيوترات دي؟ ايه الفرق بين التايب رايتر والكمبيوتر؟ ايه اللي حصل في الحكاية دي؟ مين اللي اخترع الكمبيوتر ووصلوا للشكل اللي احنا اعتدنا عليه ده ازاي؟ ورايحين فين الكمبيوترات دي في المستقبل؟ وهل هم فعلا قادرين الكمبيوترات دي، اللابتوب بتاعي، الموبايل بتاعي، انه يكتسب ذكاء ذاتي autonomous لوحده؟ وهل طبعا لما الواحد بيسأل هذا السؤال، وهل ممكن ان يبقى في ده خطورة؟ وزي ما قلت ان في بعض الناس بترى ان ممكن يكون في خطوره. طبعا السينما والادب والحاجات دي سباقه، فياما شفنا افلام ترمينيتر ومش ترمينيتر، في افلام كتير، روايات كتيره جدا من اكتر من قرن بتتكلم في الحاجات دي. فدي الموضوعات اللي احنا هنتكلم عنها، وادي الاربع اجزاء: جاء الكمبيوتر منين، البحث عن الذكاء الصناعي، العلاقة ما بين الهيومنز والروبوتس، والارتيفيشل انتليجنس ريفولوشن، ورايحين فين في المستقبل اللي احنا جايين فيه. فنبدأ بالجزء الأول. فالحقيقة إذا بصينا في الأوريجينز، الأوريجينز بترجع إلى بداية العد، فكرة النمبرز، إن الواحد يعد 1 2 3 4، ودي على فكرة من مقدرات الإنسان اللي يعني بيفرق عن أي حيوان آخر، إنه الإنسان قادر إنه يقدر يعد. في الحيوانات توصل لغاية 3، يعني زي 1 2 3 كتير، بس ما تقدرش توصل أكتر من كده، لغاية دلوقتي ما شفناش. النمبرز نفسها بدأت في المنطقة بتاعتنا في كتابات قديمة ما بين النهرين في العراق، وفي بالتابلتس، وفي كتابات طبعا قدماء المصريين، وكان الكتابة سهلة 1 2 3 4 لغاية 9، وبعدين 10 والمية وهكذا لغاية المليون. الأرقام دي طريقة كتابتها بتخلي إن الواحد لما يعمل عمليات حسابية بتبقى صعبة جدا، يعني ده يعادل كتابة 1492. فالتعاملات الحسابية صعبة جدا مع كل الأنظمة دي، سواء كانت إغريقية، مصرية، ساسانية، عقدية، رومانية إلى آخره. كل دي الرومان نيوميرلز الفيرينس بتاعتها. واللي كانوا طوروا الحكاية دي شوية كانوا الجماعة بتوع الشرق الآسيويين بالأباكس كوسيلة للحساب. الأباكس استمر فترة طويلة جدا لغاية القرن 16 يستعمل، وفي حتت معينة في الصين أنا لفت نظري من 20 سنة 30 سنة لما كنت بزور مناطق في الصين، كنت ألاقي البياعين كل واحد حاطط أباكس قدامه وعمال يحسب بيه الفاتورة وإلى آخره. العلم تطور، ويعني كتكريم للأباكس بنوا الأباكس ده بالـ
كل حتة فيه ذرة مستقلة. ده اتعمل في IBM. إنما نقطة التحول التاريخي الحقيقي اللي حصلت هي جاية من الهند، وجاية من الهند باكتشاف الصفر اللي هو مش بس كرقم ولكن كبليس هولدر. يعني أنا لما بقول دي ثلاثة، يعني ده ثمانية واثنين وزيرو وثلاثة هنا، لأن أنا عارف أن دي خانة الأحاد ودي خانة العشرات ودي خانة المئات ودي خانة الألاف، ورغم أن خانة العشرات ما فيهاش حاجة فبحط الصفر، فده الصفر as place holder. الصفر كقيمة بيعمل لنا بقى حاجات فكرية وفلسفية كبيرة، زي التعامل مع اللانهاية والتعامل مع الصفر، هل يجوز نقسم على صفر، هل يجوز نضرب في الصفر إلى آخره. إنما ده كان بداية الأرقام، والحقيقة جت من الهند وجت للمسلمين والعرب، وهم اللي عملوا شغل جامد جدا فيها. وده التحول بتاع الكتابة، ده كان الكتابة القديمة في القرن الأول، دي الكتابة بتاعت القرن التاسع اللي جت من الهند اللي فيها الصفر، وبعدين تحول الخط العربي الشرقي والخط العربي الغربي. فبالتالي ما حدش يقول لي دي ده خط عربي وده خط فرنجي، لا، هما الاثنين خطوط عربية سليمة تماما، طورت طريقة رسم الأرقام الديجيس. وهنا لما تبنتها أوروبا وجدت أن التعامل مع هذه الأرقام بيغلب الأباكس، ودي تسجيل لمسابقة اتعملت في القرن الخامس عشر في أوروبا ما بين واحد بيحسب بالأرقام العربية زي ما بيسموها واحد بيحسب بالأباكس. إنما ده مجرد إنسان بيحسب، إنما هل ممكن الواحد يلاقي آلة غير الأباكس تساعده في الحساب؟ وهل قادرة أنها تشيل عملية الحساب دي؟ أول واحد عمل مكنة فعلا حساب مبنية على الأرقام العشرة بتاعتنا من الصفر للتسعة كان باسكال، وأدي المكنة بتاعته. باسكال عمل حاجات كتيرة جدا، منها أنه دي الباسكالين موجودة في المتحف في فرنسا، وكان أساسا الفكرة أنه بتعرف تشيل وتنقل من خانة لخانة زي لما بتجمع أو تضرب أو تعمل. وبعدين عملوا نابير، عمل اللوغاريتمات، جون نابير اخترع اللوغاريتمات. اللوغاريتمات نقطة مهمة جدا فيها هي أنها بتحول الضرب إلى جمع والقسمة إلى طرح، وبيعمل مقابل للأرقام العادية، فبحيث أن الرقمين دول بتحولوا هنا من ضرب إلى جمع، فبيسهل جدا الحكاية دي. طيب هل ممكن نعمل مكنة كمبيوتر يعمل الحكاية دي؟ أيوة ممكن، وعملنا على طول أول حاجة اللي هي السلايد رول. أبائكم زي حالاتي كده كانوا مهندسين، طبعا الواحد ما كانش يروح الكلية من غير السلايد رول، ما عدا كان رمز كلية الهندسة السلايد رول. أهي السلايد رول مبنية على اللوغاريتمات، ان انا عايز اضرب اي رقمين بحطهم قصاد بعض، دي التقسيمات على قد اللوغاريتمات، اشوف النتيجة وصلت لايه واطلع احولها تاني الى قيمتها العادية. فده قعدت فترة طويلة جدا، هي الادوات يمكن 300 سنة هي الاداة المفضلة للكمبيوتينج. المودرن كمبيوترز بيستعمل قاعدة مش 10 ارقام انما رقمين، واحد وزيرو، باينري سيستم. واحنا تعودنا لدرجه ان احنا عايشين مع البيس 10 سيستم، ان احنا ساعات بنجد صعوبه ان احنا نتفاعل مع الباينري سيستم، ولكن الباينري سيستم او السيستم المزدوج ده هو نفس الحكايه، زي ما انا بجمع بطول، بس عندي لما هوصل 1 زائد 1 يساوي 2 هحط صفر وهنقل على الخانه اللي بعديها، لان الخانه مش احاد وعشرات ومئات، إنما الخانة أحد واثنينات وأربعات وهكذا. والماشين كومبيوتينج طبعا بيعمل الأربع عمليات الأساسية اللي احنا بنعرفها، وأول واحد عمل مكنة
ممكن نسميها مودرن كمبيوتر بس هي آلة حاسبة أكتر منها مودرن كمبيوتر كان تشارلز بابج. وآدي عمل مكانتين من دولة، وآدي الريكونستراكشن بتاع المكنة اللي هو كان عملها والديفرنس انجين كان بيسميها. وبعدين الحقيقة يعني هما كاتبين انه يعتبر ده اول كمبيوتر لانه كان فيه لوبينج، يعني ان انت ممكن تبرمج الكمبيوتر انه يعمل نفس العملية كذا مرة، فالمكنة مش لازم تستعملها مرة واحدة انما تقدر تبرمجها انها تعمل كده. انما الحقيقة اللي تحتاج تحية واحترام واحدة ست اشتغلت شوية مع بابج انما والمكنة بتاعته، انما هي تعتبر the first programmer، اسمها أدا لافليس، وكانت بنت الشاعر العظيم جورج جوردن لورد بايرن. وكان عندها الرؤية انها قالت ان ده مش بس هقدر اعمل بيه حساب انما اقدر ابرمجه انه يعمل اي عملية حسابية. ودي أدا لافليس. من الحاجات المحزنة في عصر أدا لافليس انه كان بيعتبر ان الستات اللي تشتغل في العلم وفي الرياضيات دي حاجة يعني تقريبا زي الدعارة يعني، فكان لازم انها ما تقدرش تمضي الابحاث العلمية بتاعتها، فمضيتها بالحروف الاولى حطت اي دي أدل بريس. فهي انما البيبر بتاعتها اللي عملته موجودة لغاية دلوقتي، ودي اول مرة حد بيتكلم على ازاي ممكن تعمل بروجرامينج لمكنة لمالتيبل اوبريشنز، وانه براكتيكلي اي اوبريشن اي مشكلة ممكن احولها في سلسلة من الخطوات الى خطوات ممكن المكنة دي تحلها. فحقيقة أدا لافليس ست عظيمة جدا، وعصرها كان قد كده في ديسكريمينيشن ضد الستات انها ما كانتش تقدر تمضي باسمها البيبر العلمية اللي هي كتبتها. بعد كده بدأ بقى تطبيقات في الحياة التجارية. أول تطبيق قريب من التفكير بتاع الكمبيوترز كان الجاكارد بانشت كاردز. ده كان نول بيشتغلوا بيعمل نسيج، إنما يقدر يعمل الرسم اللي على النسيج بيقدر يظبطه ببانشت كاردز زي بعد كده اي بي ام هتستعمل بانشت كاردز. وكان ده في القرن التاسع عشر، نص الاول من القرن التاسع عشر. على نص الاول من القرن العشرين بدأت تظهر الهولوريس ماشينز وغيرها، ودول زي كالكوليترز مبنية على الكروت المخرمة بحيث ان الكارت المخرم يعرف الحتة دي تبقى تسعة والحتة دي تبقى سبعة الى اخره. وبدأت اول آلة حاسبة الباتنت بتاعها اهي 1911، تطورت الى المونرو 1925. وتخيلوا ان انا اشتغلت بمونرو ماشينز في امريكا، كانت لسه موجودة 40 سنة بعد الاختراع بتاعها. ده الكترونيك ماشين، يعني هنا ميكانيكال هنا، وده هنا هو بيبان على الشاشة دي الكترونيك ماشين. انما الكمبيوترز لغاية الستينات كانت بتشتغل بالبانشت كاردز. الدكتور مجدي ناجي يفتكر معايا هذا العصر الماضي. والبانشت كارد ماشينز كنا احنا بنحط حروف في تكست، ادي البانشت كارد ماشينز، كنا نقعد نشتغل على المكنة دي ونعمل خطوط الكودينج تتعمل وتطلع كروت مخرمة كده، ونجمع كل واحدة منهم سطر كود ونحطهم في حاجة كنا بنسميها علبة الجزم، شو بوكس كده. هو عندك 2000 كارت، تخيلوا بعد ما واحد يقعد يشتغل ويزبط ويحط كل الحاجات دي وتروح وقع منه وتتفركش على الأرض، يرجع بقى لازم يزبط كل سطر من دول، عايز بقى واحد يقعد يبص للسطر ده ولا السطر ده ولا السطر ده.
البانش كارز اهو على اي بي ام سيستم كان شغال. وفده بداية الاتجاه تجاه المكن. احنا بنستعمل ايضا الكمبيوترات بتاعتنا في الورد بروسيسنج. طيب التايبينج ده جاء منين؟ بدأ طبعا بالحروف المتنقلة مع جوتنبرج، وده كان اول موفابل تايب بتاع جوتنبرج، وعمل برينتينج بريس كان بيطبع صفحة صفحة. انما الفكرة بتاعت ان يبقى فيه حروف متنقلة وكل حرف اقدر اغير مكانه، والحرف ده احطه في مكانه وقت ما انا عايز عشان اطبعه. فانتقلنا من التايب سيتنج للورد بروسيسنج بالاول بحروف ميكانيكية ثم بحروف ديجيتال. الشكل كان مختلف، واول تايب رايتر كان شكله بالشكل ده، انما الاندرود هو اللي تسجل واصبح هو الاشهر كلاسيك تايب رايتر، كانوا الاندرودز والريمينغتونز في بداية القرن العشرين. جورج اورويل كتب التخوف بتاعه، دكتور عزة، جورج اورويل كتب على ريمينغتون، وادي الكيز بتاعت الريمينغتون. فكانت بتطلع كل واحده من دول حرف تضرب حرف، فكان المشكله انه الناس بتكتب بسرعه، فلما بتكتب بسرعه الحروف بتتشبك في بعضها، فقرروا انهم يبطئوا الحركه. فعشان يبطئوا الحركه في التايبينج بول، الستات دول كانوا بيطبعوا بسرعه جدا، فعملوا الكوارتي اللي هي QWERTY، كوارتي كيبورد، ده اتعمل عشان الحروف ما تشبكش في بعضها، بالنظر الى ان الحروف اللي هتيجي في جنب بعضها في التكست تبقى بعيدة عن بعضها في الصوابع اللي تتحرك دي عشان ما تشبكش مع بعضها. وبدأ ده ينتشر، ولغاية دلوقتي احنا بنستعمله الكوارتي. وبعدين دلوقتي طبعا ما بقاش فيه تايب رايترز، فالأولد كيبورد بقوا يعملوهم سوفينيرز للستات عشان يلبسوهم. وآخر تطور بقى للتايب رايتر كان تطور عظيم جدا، الاي بي ام سيلكتريك، ده كان في كل المكاتب في فترة زمنية معينة، كان له كورة كده بتتحرك بسرعة جدا وبتضرب، فما كانش فيه اي اشتباكات بتحصل ما بين الحروف وبعضها، والحروف اختفت الحكاية دي. وبعدين جه الكمبيوتر، فبقى الكيبوردينج بيخش على طول على ديجيتال باك جراوند، وبنقدر نغير الفونت ونعمل حاجات ونغير لغات ونغير حاجات كتيرة جدا. والورد بروسيسنج بيكام ستاندرد بعد ما وانج وغيره عملوا الحكاية دي. ودلوقتي بقى انتقلنا حتى في البرينتينج للليزر ديسكس وحاجات كتيرة جدا غيرت تفاعلنا معاه. والصورة دي عجبتني، ان الكمبيوتر السيلكتريكس القديمة كلها بقى بتترمي لان التكنولوجيا بتتطور طول الوقت. طيب اذا يبقى في طريقة حساب وفي طريقة طباعة، انما في كمان اتصالات، الكمبيوترات بتاعتنا بنستعملها في الاتصالات والايميلز وبتاع. تاريخ الاتصالات تطور من التلغراف والتليفون والوايرلس والراديو والتلفزيون، وبعدين دخلنا على البيرسونال الكترونيك ديفايسز مع سوني واختراع الووكمان، وبعدين الموبايل فونز، ودلوقتي في فويس اون انترنت زي سكايب وفايبر وغيره. التلغراف اللي اخترعه سامي المورس عمل سلك واحد بيوصل عليه رسالة، المورس كود، وباسمه لغاية دلوقتي بيستعملوا المورس كود، وده اللي بيستعملوه في البحرية وفي المراكب وفي حاجات كتيرة جدا، لأنه مثلا تقدر تعملها بالضوء وبتبان من المركب إلى البر إلى آخره. إنما هو كان بيستعمل بجهاز زي ده، كان فيه التلغراف أوبريتر تديله التكست اللي انت عايزه هو يحوله إلى مورس كود هو بيطبع بالشكل ده. واستمر سامي المورس، الحقيقة كان له دور كبير في القرن التاسع عشر في فترة كبيرة، والمورس كود استمر في كل حتة. وبعدين جت فكرة جون ستيل جوردن وبعض الناس انهم طب ما نربط اوروبا بامريكا، فقال هتربط اوروبا بامريكا ازاي؟ فقال نعمل كابل ضخم جدا ونحطه في قاع المحيط. فكانت الحقيقة فكرة، ده بقى بداية الافكار الجرانديوز والاوريجينال. وفعلا اللينج اوف ذا ترانس اتلانتيك كيبل كان يعتبر من الانجازات الانسانيه الكبرى
لأنه لأول مرة حصل ربط فوري ما بين القارات، يعني عبر المحيط في حد يقدر يتكلم من هنا بالكود والتاني يوصله على طول الرسالة من ناحية التانية. والمشروع ده كان مشروع ضخم جدا، ربط من إيرلندا لنورث يونايتد ستيتس، والتلغرافات كانت بتمشي من ناحيتين. In the meantime قضية التليفون، ألكسندر جراهام بيل هو وغيره كانوا بيشتغلوا على قضية التليفون، هو وصل أنه سجل التليفون 1876 ساعة أو ساعتين قبل المنافس بتاعه اللي كان هيعمل الحكاية دي. هو الحقيقة عمل شغل كتير في حاجات كتيرة جدا، إنما هو كان مهتم لأن بوث يعني أمه ومراته كانوا دف، فهو عشان لما بيسمعوش كان مهتم بطريقة النطق والحروف والكلام إلى آخره، فاهتم وهو العمل أول تليفون فانكشنال يعني. وهي سبوكن تو بروتوتايب تليفون وقال لزميله مستر واتسون بليز كام هير، ثم تطور التليفون إلى هذا الشكل وأصبح ده أول تطبيق تجاري للتليفون. طبعا ما فيش أرقام بنطلبها، تطلب أوبريتر والأوبريتر اديني فلان ما كانش في سنترال هاب بتوصل ما بين الناس. ألكسندر جراهام بيل له إنجازات كثيرة جدا، منها حاجة كلكم بتستعملوها دلوقتي اللي هي ناشونال جيوغرافيك. كان رئيس ناشونال جيوغرافيك سوسايتي وعمل معركة كبيرة مع البورد بتاع ناشونال جيوغرافيك عشان يحطوا صور، ما كانوش عايزين يحطوا صور في المجلة بتاعت ناشونال جيوغرافيك، قالوا الصور هتخليها حاجة غير علمية، قال لهم لا هتبقى علمية وهتشرح للناس أكتر من أي حاجة تانية. التليفون والتلغراف بدأوا أنهم يبقوا الوسائل الأساسية في الاتصالات داخل المؤسسات وبين المؤسسات وبعضها، وتحول التليفون إلى تليفون له أرقام بحيث أن كل سبسكرايبر شركة شخص بتاع يبقى له رقم بتاعه نقدر نوصل له، وتطورت أشكاله لغاية ما احنا عارفينه في الشكل الأخير بتاعه إلى أنه تطور إلى الوايرلس. بعد ما كان محتاج لتربيط بالسلوك تطور إلى الوايرلس. طب مين اللي عمل شغل الوايرلس؟ واحد طلياني اسمه ماركوني، ساعات بنسمع نقول لك مكتب الماركوني هنا لسه لغاية دلوقتي. عمل راديو تليجراف سيستم وأخذ النوبل برايز في الفيزيكس عشان الشغل ده سنة 1909. ماركوني كان also very good businessman وكسب كتير من الشركات بتاعته اللي عملها عشان الوايرلس. الراديو بقى كان في العشرينات والثلاثينات بدأ ان هو ينتشر ما بين الناس وبعضها، فيبقى في بقى دلوقتي فكرة مش بس ان في وسائل اتصال، انما في كونتنت بروفايدر. الكلام اللي احنا بنسمعه لغاية دلوقتي في حد بيحط موسيقى او برامج مناقشة او الى اخره وبيبثها، وفي ناس عندها وسائل استقبال هذا، فظهرت فكرة الكونتنت بروفايدر في الحكاية دي واصبحت شركات كبيرة بتعمل هذا العمل. ده طبعا كان بداية الراديو وكذلك بداية هيظهر الفونوغراف بعد شوية. ده الراديو طبعا في العشرينات. فرانكلين روزفلت كان أول رئيس جمهورية يستعمل الراديو ليخاطب الشعب، في بدل ما يكتب حاجة وتتوزع في الجرائد لكن بيخاطبهم بصوته، وده كان وسيلة جديدة. وزي ما بنقدر نقول ان جاك كينيدي كان اول رئيس جمهورية بيستعمل التلفزيون، انما روزفلت كان اول واحد استعمل الراديو. وحتى في روزفلت ميموريال في واشنطن حاطين صورة واحد امريكي جنب الراديو بيسمع روزفلت، لانه كان بيعمل خطاب كل اسبوع كانوا بيسموه الفايرسايد شاتس. اما التلفزيون ففيها قصة حزينة، وهي ان اللي اخترع التلفزيون ما استفادش منها، مع انه يمكن ده من اهم الاختراعات بتاعت القرن العشرين على المطلق،
إنما فايلو فانزورث سجل الباتنت ده هون سنة 1927، والباتنت بعد البحث وافقوله عليه سنة 30. وده فانزورث حاول إن هو يحوله إلى تطبيق، ما قدرش واضطر يبيع الباتنت بتاعه لشركة RCA. ديفيد سارنوف رئيس شركة RCA هو اللي أخذ الباتنت بتاع التلفزيون وأصبح هو the man of the year، مع أن أنا فانزورث اتنسى، تايم ماجازين اعتبرته the man of the year. وبدأت التلفزيونات دي تظهر في البيوت الأمريكية أولا، ثم انتشرت للناس التانية. والسكرينز بقى، فكرة السكرينز طبعا وصلنا للفلات بانل تي في دلوقتي، بيتعلق على الحيطة وعدد الشانلز اللي نقدر نشوفها لا حصر لها، دي تطورات حديثة كلها. ودلوقتي بنشوفها كلها على الأجهزة المختلفة بتاعتنا، يعني الكونتنت بروفيجن اللي كان جاي على الجهاز من شركات معينة زي RCA وCBS وNBC وبتاع، لا دلوقتي بقى في مئات الشانلز، آلاف الشانلز حتى، وأقدر أشوفها على التليفون، وأقدر أشوفها في الكمبيوتر بتاعي، وأقدر أشوفها على التلفزيون، وأقدر أشوفها في حاجات كتيرة جدا. والتيفي نفسه بقى تحول تحت إجبار من التطورات اللي بتحصل من ناحية الكمبيوترز، تحول إنه يبقى إنتر أكتف، إنه مش مجرد أنا بستقبل برامج الدولة أو الشركة بتعملها لي، content provider بيعملها لي، لا أقدر أبقى interactive وأغير حاجات وأطلب حاجات وأحط favorites بتاعتي إلى آخر. ثورة تانية حصلت من شركة سوني، إنها اخترعت فكرة personal electronic device. الووكمان يعتبر نقطة تحول تاريخية، ان بدل ما انا لو عايز اسمع حاجه لازم اروح للجهاز واقعد جنبه، ان انا اقدر اشيل الجهاز معايا وانا ماشي. دي كانت نقطه كبيره جدا في التحول التاريخي بتاع العمليه دي. الفيرجن اللي جايه بعد الووكمان هي ستيف جوبز لما اعلن الايبود وفكره الديجيتال ميوزك، ما خلاص ما هيبقى في شغل انالوج، بعد كده كله هيبقى ديجيتال، والام بي 3 والام بي 2 والام بي 4 فورماتس اتسترا هتلعب دور كبير جدا. وده طبعا لما ظهرت الايبود. الحقيقه شركه ابل شغلها مش بس جميل في بعد التكنولوجي، انما جميل فعلا في حتى الديزاين بتاعه. مع الخطوط المختلفه دي تدخلت، حصل الموبايل فون. الموبايل فون طبعا ربط ما بين الوايرلس والتليفون، وعملت بقى ثورة كبيرة جدا. اقدر انا اشيل التليفون بتاعي معايا، يبقى اذا الجهاز السحري اللي بيسمح لي ان انا اضرب نمرة فلاقي محمد سليمان ان شاء الله يكون في الكويت او في مصر او في جنوب افريقيا، الرقم هيجيبه الشخص ده بعينه من اي حتة في الدنيا. وبعدين والجهاز ما فيهوش ولا سلوك ولا اي حاجة تانية. فطبعا لو كان حد قال الكلام ده 20 سنة قبليها كانش حد يصدق. انما بقى دي ثورة كبيرة جدا، وكانت نتيجتها انه حصل طبعا an enormous transformation، والترانسفورميشن دي وصلت لكل حتة في العالم، including مناطق النائية في إفريقيا وغيره. وفي new applications بقى طبعا سكايب وفيديو كونفرنسينج، وفيديو كونفرنسينج احتاجت ان احنا ندخل معها الاوبتيكال دايمنشن، فالكمبيوتر بقى يضم الحاجات دي، ثم التزاوج ما بين الكمبيوتر والموبايل فون عمل ثورة كبيرة جدا. بس الثورة دي ما كانش ممكن تحصل من غير الانترنت. الانترنت يمكن اكتر تطور ثوري حصل في القرن 20 واوائل القرن 21 اللي احنا عايشينه النهاردة، وهو اللي سرع جدا 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 حاجات كتيرة قوي. دول جم في مكتبة اسكندرية الاثنين، بين سيرف وبوب كان، اللي اخترعوا TCP/IP اللي هو العمود الفقري بتاع النظام بتاع الانترنت.
وبيمشي عن ساتلايتس وبيمشي على حاجات تانية. وده تيم بيرنرز لي اللي اخترع الورلد وايد ويب وفكرة ان كل واحد يبقى عنده URL وبنكتب بلغة اسمها ال HTML. عدى حدود الدول مع بعضها، بيربطنا بسرعة الضوء في اي حتة في العالم، و it became transformative innovation. يعني فتح الباب على العولمة اللي بتحصل، مثلا الناس اللي بتحط فلوس في البورصات وتعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، كل الحاجات دي بتتحرك عن طريق الانترنت في العالم كله، وبتحرك عن طريق الناس وبعضها. الجيش الامريكي كان له دور في الحكاية دي مع مؤسسة اسمها داربا، ده Defense Advanced Research Projects Agency. دول بيمولوا مؤسسة موجودة تابعة للجيش الامريكي، يمولوا اي مشروع عندهم تصور انه ممكن علميا ينجح، ولكن ما هوش يعني افكار لسه جنونية شوية، فبالتالي ما شكلهاش انها هتنجح. فحتى انا كنت بتكلم مع الله يرحمه هنري كندل، كان من كبار الشخصيات في داربا، قال لي احنا لو عندنا نسبة النجاح اكتر من 15% يبقى ما بنشتغلش مظبوط. قلت له انت عايز نسبة النجاح بتاعتك اقل من 15%؟ قال لي ايوه، لانه لو هتبقى اكتر من كده يعني معناتها ان احنا تفكيرنا conventional. انا اسيب التفكير الconventional ده للناشنال ساينس فاونديشن والحاجات التانية دي كلها، هم اللي يشتغلوا في الحاجات دي. احنا لازم نشتغل في الحاجات اللي هي بيوند، اللي محدش تاني هيمولها. فهنمول ليزر، هنمولوا مثلا، فهم مولوا اللي كان اسمهم اربا وقتها، سموها الاربا نت، مولوا الانترنت في اول ايامه. وكان السؤال المطروح هل ممكن نعمل جهاز اتصالات نوصل معلومات من حتة لحتة غير قابل للتحطيم، يعني ملوش مركز. ففعلا ده اللي تم الاختراع. ولو تعرف السيستم بيشتغل ازاي، انه بيحول المسج بتاعك، الايميل بتاعك هيحوله الى شرائح، كل شريحة تعتبر packet of information، وهيطلقها على السيستم. السيستم عبارة عن network of networks، والخط ده لو لقيته مسدود هيطلع في خط تاني، هيطلع في خط تالت، لغاية ما يوصل هيوصلوا زي ما يوصلوا الناحية التانية، وبعدين في بروتوكول بيستفهم تاني زي ما كانوا في الناحية التانية ما بيوصل. فحتى لو انت خربقت حتت كتيرة من شبكة الشبكات المتصلة ببعضها دي، طول ما في خط واحد مفتوح هيلاقيه ويقدر يوصل المعلومة بتاعته. فتطور الحقيقة في حاجات كتيرة جدا في الفترة دي، واهم حاجة بقى انه بدأ ينمو بسرعة فائقة. يعني في حوالي 20 سنة طلع من 2، بدأ سنة 69 اول جهازين كلموا بعض، الى 4 مليار جهاز. فيعني it is stunning. انترنتوس تحركوا بالسرعة ده هي في 35 سنة أو 36 سنة. فبدأنا نأتي نصل إلى أن تقريبا كل شخص في العالم هيبقى على اتصالات، والإكسبلوزيف جروس ده مستمر. أدي الانترنت يوزرز في العالم النهاردة لغاية 2016 أو اللي احنا فيها، يبين لك أن احنا عدينا 3 مليار متصلين بالانترنت، وحنوصل لأربعة بالسرعة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي ماشية قدامكم كده. اليوزرز اسيا طبعا، بالهند والصين واندونيسيا وبنغلاديش وباكستان والدول الضخمة جدا دي كلها، عدد الناس اكبر. انما طبعا لما اشوف ان امريكا واوروبا رغم انهم صغيرين عندهم حجم كبير قوي من الاتصالات، لان في توصيل جامد، وده عبر طبعا التايم زونز. وبعدين بدأنا نحط كميات مهولة من المعلومات على الانترنت، وهو شبكة الشبكات زي ما قلت. فأنا بحط في الشبكة بتاعتي، إنما بتبقى أيضا على الانترنت. والجميل أنا الصورة دي بحبها قوي، لأنه في أي حتة
في الدنيا بتقدر تروح فيها تلاقي الانترنت موجود. الكافيه ده الصغير ده كان في شمال بيرو جنب كولومبيا، كافيه صغير خالص في حتة بعيدة جدا في انترنت برضو عندهم. طيب الانترنت ده هل الناس عندها حرية استعماله ولا لا؟ ففي دراسات بتتعمل على Freedom of Information Act، والفريدم اوف انفورميشن اكت في امريكا وفي الدول الثانيه بيعملوا لهم انديكيتورز. ولكن المهم في الحكايه دي ان احنا عايزين نصل الى انه نقدر نوصل معلومات تبقى نت نيوتراليتي. النت ملوش دعوه بانت بتحط عليه معلومات ايه، يعني زي التليفون. يعني انا ممكن اكلم حد في التليفون، هل بهدده ولا بسلم عليه؟ انا ماليش دعوه بالمسج اللي بيروح، انا بقدم لك خدمه ان التليفون ده يوصل بالتليفون ده والصوت يبقى واضح ومفهوم. والعلماء الباحثين بيشتغلوا مع بعض، وفي جيون عمل سيستم كبير. وبعدين كم الحاجات اللي بتتحط على الانترنت بدات تتسجل في ارشيف الانترنت. وبروستر كيل في اول ما بدانا مكتبه اسكندريه اشتغل معانا على اول نسخه لارشيف الانترنت في مكتبه اسكندريه، خارج اول واحده والوحيده لغايه دلوقتي خارج سان فرانسيسكو. وانا قلت لكم قبل كده ان العمود الواحد من دول يشيل 300 مليون كتاب ديجيتايزد. تحولت بقى العالم كله تقريبا، مش كله لسه برضو موجود حاجات من دي عندنا في مصر وفي الهند وفي حتت زي دي. بدا يبقى كله ديجيتايزد. البيرسونال ديفايسز دي كلها تحولت دلوقتي بقى نشيل 64 جيجا واكثر من ذلك في حاجه على قد عقله الصباع. وكان الناس القدام يفتكروا لما كنا بنذاكر في الجامعة كنا بنذاكر في ريتريفل سيستمز كده، دلوقتي كلها بالشكل ده. والإنفراستراكشر بتاعت السيستم ده تطورت من الكيبل الكهرباء للفايبر أوبتكس للبرود باند للواي فاي للكلام عن الواي ماكس اللي هو يغطي مدينة كلها. الحاجات دي كلها مستمرة وكونكتيفيتي ماشية. فالمودرن كمبيوترز بقى بدأت في وسط الخيوط دي، كل الخيوط اللي بتتجمع مع بعض عشان تدينا المودرن كمبيوتر. وبترجع لعبقرية رجل واحد كتب 2 بيبرز تاريخيين الحقيقة. ألان تيورينج كتب، يعني هو بنى أول كمبيوتر، إنما هو كتب بيبر على الكمبيوتينج نمبرز اللي هي أصبحت تأسيس لفرع الكمبيوتر ساينس كله. وكتب واحدة تانية سنة 50 على Can Machines Think اللي هي على الذكاء الصناعي. فالحقيقة يعني التو بيبرز دول يعتبروا الأعمدة الأساسية بتاع تطور الكمبيوترز. أيام الحرب العالمية التانية عمل هو أول كمبيوتر في بليتشلي بارك وبنوا كولوسس سنة 44، وأمريكا بنت الأنياك. ده كان لسه بداية الكمبيوترز خالص، يعني حاجة ضخمة جدا وسلوك كتير وتوصيلات كتيرة جدا. وبعدين 46 لإدفاك، وهنا بقى يبتدي يبان من الإنياك. دي المادر بورد بتاعت الإنياك، ودي الإدفاك، ودي الأوردفاك، ودي البريسك ون. فبتصغر بقى الحاجة بعد الحاجات اللي كانت واخدة أوض وإلى آخره. والإنوفيشن بقى كانت ماشية في كل حاجة زي ما اتكلمنا في التلفزيون. والترانزستور واز بورن سنة 47، وبالتالي بدل ما بنستعمل فاكيوم تيوبز في الكمبيوترز كانت بتتحرق كل شويه غيروها. جون باردين ده شخص يعني حقيقه جميل جدا. هو اخذ 2 نوبل برايزز في الفيزيكس، مفيش حد تاني في تاريخ النوبل برايز اخذ كده. واحد منهم لاختراع الترانزستور، والتاني لل Fundamental Theories of Superconductivity لأنه كان بيشتغل على اللي أصبح الـ MRI في الطب. فالحقيقة عمل لنا ثورتين، ثورة الترانزستور والثورة الثانية. وعمل Medical Advances الكات سكانز وغيره. ده أول ترانزستور اتعمل في المعمل بتاع بيل لابز مع شوكلي وباردين. والفكرة فيه وادي الباتنت بتاع الترانزستور. طبعا الترانزستور ده اللي هو عمل الحقيقه الثوره اللي سمحت ان الالكترونيات تبقى هي الدوميننت في النص الثاني من القرن العشرين. في ناس بقى بدات تعمل اورجانيك ترانزستورز، منها زين باو في ستانفورد،
ولما بدأنا بالكالر تلفزيون كان موجود، إنما كان قصاده اليونيفاك فيرست كوميرشال كمبيوتر بدأت شركات تاخده. ده كان ضخم جدا، كان فيه 5600 تيوب، 18000 ديود، و300 ريلي، والحاجات دي كانت تتحرق طول الوقت وعايزة ناس تصلحها وتحافظ عليها. إنما 1964 أنا كنت بدرس في جامعة، خلصت جامعة القاهرة، و65 بدأت الدراسات العليا في هارفارد. كان عندنا هذا الجهاز اللي هو الاي بي ام 360، كان واخد أكبر من أوضة يعني كده شبه دور صغير، وده كان أول تطبيق بقى لكل الشركات الكبيرة بدأت تخش في الكمبيوتر سيستمز. وده كان بنستعمل كلاسيفيكيشن وستورج اوف ديتا بالبانشت كاردز، والمين فريم سيستم كان موجود. فيرست مين فريمز مشيت، راند عملت التصور ان يوم من الايام، ده طريف جدا الصوره دي، راند بتتصور انه ازاي الكمبيوتر هيخش في بيت الناس، فتخيلوا هيبقى في حاجه بالحجم ده، تلفزيون زي الشاشه اللي احنا بنبص عليها في اللابتوب، وكيبورد، يعني الكيبورد والشاشة والكمبيوتينج بارت كلها مظبوطة، بس يعني ما قدروش يتخيلوا انها ممكن انها تكش في الحجم بالصورة اللي احنا عارفينها دلوقتي. فده الاي بي ام 360 سيستم كان بياخد دور كامل زي ما انتم شايفين، وبياخد عدد كبير من الناس تخدم عليه، انما هو الحقيقة يعتبر نقطة تحول انه ادخل الكمبيوترات في الحياة العامة. وبعدين سنة 64 داج إنجلبارت، هذا الشخص العظيم، اخترع الماوس. يعني كلنا طبعا we clicking away with mice، اهو ده كان اول ماوس اللي انتم شايفينه هنا. وبعدين يعني عمل demonstration بتعتبر لغاية النهاردة the mother of all demos، لانه في سنة 68 عمل ديمونستريشن في مؤتمر بين في الانترودكشن اوف ا كومبليت كمبيوتر هاردوير اند سوفت وير سيستم سمال اونلاين سيستم. ايه ده بقى؟ عمل المحاضره كانت 90 دقيقه، كل الاليمنتس بتاعه المودرن بيرسونال كومبيوتينج، ويندوز، هايبر تكست، جرافيكس، نافيجيشن، كوماند انبوت، فيديو كونفرنسينج، كمبيوتر ماوس، وورد بروسيسنج، Dynamic File Linking, Revision Control, and Collaborative Real-Time Editor for Collaborative Work. كل الألمس دي قدر يشرحها بصورة جميلة جدا، وللأسف زيروكس بارك اللي كان هو بيشتغل فيه ما استفادش من الحكاية دي. مين اللي استفاد بقى؟ زائر اسمه ستيف جوبز. قال لهم أنا عايز اخد لايسنس على الماوس. قالوا بس كده؟ طب خد لايسنس على الماوس، 25,000 دولار، ارخص لايسنس دفعت في التاريخ، لان ستيف جوبز طبعا نجح نجاح باهر بعد كده زي ما احنا عارفين. ان ذا مين تايم في واحد اسمه جاك كيلبي اخترع الانتجريتد سيركت اللي هو بعد كده هيبقى الاساس بتاع كل حاجه في الشيبس اللي احنا بنستعملها، الانتجريتد سيركتس. وفي طيار تاني دخل على الانتر اكتيفيتي، بدأ بايه؟ بالجيمز. الجيمز هتطور جزء كبير من الكمبيوتينج في اخر القرن العشرين، وكان دي اول لعبة نزلت كان اسمها بونج، كان مضرب هنا ومضرب هنا وكرة تعمل تاك تاك تضرب كده تاك تاك هكذا. ده كان اول جيم، طبعا تطور بعد كده كتير. وبعدين الناس بدأت تفكر في اي بيرسونال كمبيوتر، والألتير كان أول personal computer بس كان كلانكي ومش حلو وبتاع. وزي ما قلت لما سوني عملت الووكمان قالوا لا، طب نقدر نعمل حاجة أصغر وأخف من كده. وكان في برامج بقى في زي انكوير، ده كان بداية التفكير في الحاجات دي. الأوزبورن كان بيتشال بس كان ضعيف وكان شغله مش حلو. الاي بي ام 5100 بورتابل كان معقول، ولكن اللي حول السوق كله ما كانش الاي بي ام، انما ده اصبح بقى الورك ستيشن التقليدي، اللي هو الورك ستيشن التقليدي اللي احنا عارفينه. ودي لغه الاكسل شيتس، اللوتس 1 2 3 اللي هو فيرست سبريد شيت بروجرامز، شكلها كده.
وبعدين الثلاثة الصغيرين دول اجتمعوا مع بعض، وده طبعا بيل جيتس وبول ألين، وعملوا مايكروسوفت وفكرة الويندوز، واللي هو سنة 85 نزل الويندوز بروجرام وعمل ثورة كبيرة جدا، وطبعا جعل من بيل جيتس أغنى راجل في العالم، وأصبح الكمبيوترات دي بتستعمل في كل تريدينج وفي كل مكان، the next big thing زي ما قال عليها. فتطور البي سيز في الناحية دي، والحقيقة you can track the trends بتاعت كل جزء من الأجزاء دهين، إنما لغاية دلوقتي ده مجرد convenience. ده ستيف جوب وستيف ووزنياك لما كانوا بيشتغلوا في الجراج بتاعهم وبيأسسوا أبل، أبل اللي هي أكبر شركة في العالم النهاردة، وده أول حاجة نجحت نجاح باهر اللي هي الأبل 2. الأبل 2 كمبيوتر قاعد يتباع تقريبا 25 سنة، which is unusual يعني. والأبل ماكنتوش بقى كان truly portable زي ما انتوا شايفين هنا، والفيرست بي سي with a graphic interface، في graphic interface عشان تعمل clicking وتشوف رسومات وآيكونز وحاجات زي كده، وده ستيف جوبز سنة 84. والماك، وادي المودرن لابتوب اللي هو derived على طول من الماك derived عليه. بدأت بقى الخدمات تبان سنة 91 أمريكا أونلاين، 92 أول سيرش إنجين، وده مارك أندريسن اللي عمل الفيرست براوزر اللي هو اسمه موزيك وسموه نتسكيب، وبعدين مايكروسوفت قتلت نتسكيب بالإنترنت إكسبلورر. بعد أمريكا أونلاين جت ياهو، بعد ياهو جت جوجل، جت ألتا فيستا، جت حاجات تانية كتيرة، وطبعا بدأت السيستمز كلها تتحول، وأمازون بدأت سنة 95 وتحولت، و98 جالنا أول جهاز بورتبل في ميسجينج وفي حسابات وفي ديتا ستورج وفي تليفون اللي هو البلاك بيري. بلاك بيري مايكل لازاريدس هو اللي عمله ودافع عنه، كان في انفرينجمنت سوفت وير دفع فيها 600 مليون دولار، انما البلاك بيري سرفايفد اند ثرايفد. ولكن طبعا دلوقتي قضى عليه التليفون العادي. 99 نهايه القرن بالضبط، جوجل واز بورن باي سيرش انجن، اختراع لاري بيج وسيرجي برين. و2001 يعني اذا بدايه القرن 15 سنه اللي فاتوا دول هم اللي فيهم التحول كله. من ناحيه في جوجل سيرش انجن كان اوريدي في الويندوز وفي البرايفت كمبيوتر، وابل دخلت الايبود والموسيقى والنيو بزنس مودلز اللي بدات تبان، وبعدين 2002 بدات السوشيال نتوركينج. فتقريبا كلهم في نفس الوقت بدات التحور الكبير ده، كان فرنستر وبعدين ماي سبيس وبعدين طبعا جه فيسبوك. فيسبوك ده مارك زوكربيرج كبر جدا، وبعدين يوتيوب سنة 2005، وبعدين الايفون الفيرست سمارت فون 2007، لسه ما تمش 10 سنين. انما في 3 مليار تقريبا 3 مليار 2.6 من 10 مليار عندهم سمارت فون في العالم النهارده، وعدد خطوط التليفون أكتر من عدد البشر في العالم النهاردة. فالآيفون يعتبر نقطة تحول كبيرة جدا، والمارج بتاع الإنترنت والتليفون عملوا a totally new culture. الناس ما بتكلمش بعض، بتعمل تكستينج لبعض. الناس هنا قاعدين قدام ريمبرانت، دي لوحة بتاعت ريمبرانت في متحف أمستردام في هولندا. طبعا أنا أحب أقول إن الأطفال دول قد كده أعجبوا بريمبرانت إنهم بيكتبوا لأصدقائهم على تويتس، إنما يعني يمكن ده تفاؤل زايد مني. في اليابان في العربيات في الجيرلفريند في الجيم في البيتش في المتاحف التانية كذلك في المطعم في كل حاجة. الحقيقة دلوقتي خلاص أصبح الوسيلة المفضلة للناس إنها تتواصل أصبحت هي الموبايل ديفايس، الفون الواحد شايله ده لكل الناس في طوكيو سابوي.
وده هيحتاج لنيو بيزنس مودلز. النيو بيزنس مودلز الحقيقة زي ما بدأت الثورة الصناعية مع واحد زي هنري فورد اللي عمل أسامبلي لاين عشان يعمل العربيات دي، واحد زي سام والتون غير مفهوم البيع أو الريتيلينج بنى أكبر شركة، ديل كمبيوترز بنت فكرة إن مايكل ديل بنى فكرة إن أنا مش هحضر كمبيوترات وبيعها لك زي ما بنبيع تلاجات ولا حاجة، لا أنت تطلب اللي أنت عايزه وأنا هعمله لك أفصله لك وديه لك على طول في ظرف 48 ساعة، وخلى من ديل لفترة صغيرة أكبر شركة من نوعها. إي باي طبعا أنتوا عارفين بيع وشراء على الإنترنت، وأمازون كلنا عارفين أمازون، وبعدين دلوقتي في نيو بيزنس مودلز اوبر واير بي ان بي، دي كلها تصورات جديده لكيف يمكن استعمال التليفونات والانترنت في تغيير البيزنسز بتاعت التاكسات والاوتيلات. وبعدين في نيو ويز اوف دوينج بيزنس ما كانش ممكن قبل كده، يعني جيمي ويلز اللي عمل وجالنا هنا في مكتبه اسكندريه سنه 2008 اللي عمل ويكيبيديا، ففكرة انك تخلي 100,000 واحد ما يعرفوش بعض يتعاونوا انهم يعملوا عمل بحثي كانت يعني محدش قدر يتخيل انها ممكن تحصل، انها ما حصلت. وكونتنت ديستريبيوشن طبعا دول لاري بيج وسيرجي برين بتوع جوجل، ودوروا على وسائل جديدة للمكتبات، وهم لغاية دلوقتي عملوا ديجيتايزد 20 مليون كتاب، 20 مليون بوكس هاف بين ديجيتايزد. هارولد بارمس يقولك لا لازم كل العلم يبقى موجود للناس كلها ببلاش، فنحطه عمل Public Library of Science ونحطه على الانترنت، والكونتنت بروفايدرز دلوقتي أصبح لهم دور مختلف عن اللي كان موجود. الإلكترونيك بوكس رجعت تانية بقوة بالكندل والنوك والآيباد، وفي نيو فورمز أوف كونتنت ديستريبيوشن. ناو فعلا we can have all the material available at all times in digital form. It should consult for free paper download or paper print by the copy. مايلستون تاني سنة 2007 جوجل أصبحت أكبر شركة كابيتاليزيشن في أمريكا، ولكن another milestone 2011 أبل مش بس سبقتها إنما أصبحت largest market capitalization company in the world، وصلت فترة صغيرة كان عندها 700 مليار دولار قيمة شركة أبل. الفترة الأخيرة دي من كام شهر كان بيتسابقوا جوجل وهي بس رجعت تاني، تراجعت إلى 500 وشوية، وفي فبراير السنة دي كان جوجل وأبل واحدة تبقى شوية نمرة واحد والتانية تبقى شوية نمرة اتنين. إنما بصورة عامة لما كانوا في نفس تقريبا نفس 540-550 مليار، أبل وجوجل دلوقتي اسمها ألفابت الشركة اللي عندها الأسهم بتاعتها، مايكروسوفت وراهم 425 مليار، فيسبوك 325 مليار، والشركة الوحيدة اللي ما هياش تبع لثورة الكمبيوترز اللي هي داخلة في البيج فايف إز إكسون موبيل، أكبر شركة بترول في العالم، مجرد نمرة خمسة. وده بيديكوا فكرة على مدى التحول اللي حصل في العالم في العشر الخمسة سنة اللي فاتوا، يعني تحول كبير جدا. الفيوتشر بقى داخلين مع النانو تكنولوجي، وده الريفد تشيبس الار اف اي دي اللي احنا بنركبه في المكتبة صغر صغر لدرجة دلوقتي انه عامل زي الباودر، يعني الراجل ده ماسك باودر، النقطة الصغيرة بتاعت الباودر دي is a chip، وده حجم الشيبس اللي ممكن تبص عليه في السبيك اوف داست لما تكبره بالميكروسكوب يبان كده. وهيحملوا بايه ده؟ هيحطوه في الفلوس عشان لما يجي حد يدفع بفلوس مزوره يكشف على طول. ما تنسوش ان قدرنا اوريدي من زمان نبني اباكس بالسنجل اتومز، وفي النيو نانو سكيل ورك بقى مفتوح في حاجات كتيره جدا، وده بيخلينا نتحدى فكرة ان نهاية الكلاسيكال كومبيوتينج. الباينري ديجيتس او البيتس اللي هي موجودة زيروز وونز بتعمل هي اللي احنا لغاية دلوقتي بنستعملها في سويتشينج ستيتس that are in billions of a second. السوبر كمبيوتر بتاعنا دلوقتي هيبقى بيعمل 100 تيرا فلوب
يعني 100,000 مليار calculation per second. It's really quite big. وفي ناس تقول لا في limits بقى للحكاية دي. فأه جايز في limits. إنما في تفكير جديد في الدي إن إيه كومبيوتينج والكوانتم كومبيوتينج. إذا كان الدي إن إيه ممكن يحط هذا الكم من المعلومات في جزء صغير جدا من النيوكليوس بتاع خلية صغيرة جدا في الإنسان ويقسمها مئات وآلاف المرات من غير ما يغلط، طب دي ممكن تبقى نيو فورم أوف ستورج. فالبيولوجي بننظر لها. الناحية التانية بنبص للكوانتم كومبيوتينج. أنا مش عايز أخش في الكوانتم كومبيوتينج، أنا حد محضر حاجات عنه بس مش عايز أخش فيه. إنما في حصل دلوقتي دي إن إيه كومبيوتينج وفي كوانتم كومبيوتينج. الكوانتم كومبيوتينج إذا تمكن إن إحنا نحققه، ودلوقتي إحنا لسه في أوله خالص، ده هيفتح مجالات جديدة جدا للتفكير. لأن الكوانتم اللي اخترعه ماكس بلانك أو اللي اكتشفه ماكس بلانك وكان من المخترعين الكبار بتوعه أينشتاين ونيلز بور وغيرهم، وقال إنه الطاقة ما بتنزلش لغاية الزيرو، في حاجة صغيرة خالص 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 اللي هو بلانك كونستنت، الكوانتا سمها الكوانتم، ما تقدرش تنزل أقل منها. فدي كانت البداية الكوانتم في سنة 1900، وأينشتاين بعد كده أخذ النوبل برايز بتاع الفوتو إلكتريك إفكت. الكوانتم بيقول حاجات غريبة جدا، إن ممكن إن البارتيكل تبقى ويف، وممكن إنها في نفس الوقت يبقى عندها كذا بوزيشن، مش مجرد زي البارتيكلز اللي بنستعملها في الكمبيوتينج اللي هي زيرو يا واحد، اللوجيك جيت يا مفتوح يا مقفول. لا، ممكن يبقى مفتوح ومقفول ونص مفتوح ونص مقفول، وفي نفس الوقت يبقى انتانجلد مع حاجة تانية. فده بيدينا فرصة كبيرة قوي. طب هنعمل بيها ايه دي الحكاية دي؟ هيدينا حاجة فيها 2 إلى 500 مرفوعة الى 500 من الكالكوليشنز ممكن يعملها very very fast. ده كوانتم كومبيوتينج. يعمل ايه بالظبط؟ ديفيد دويتش في أكسفورد اكتشف جزء كبير من الكالكوليشنز دي سنة 84، وبدأت تتطور. ودلوقتي عملنا أول كمبيوتر برضو ضخم جدا، بيعمل حاجات صغيرة قوي. بس أنا بقول للناس كلها، طب ما تفتكروا الكمبيوتر كان شكله إيه سنة 44 و45 في الحرب العالمية التانية، لغاية فين وفين لما صغر دلوقتي؟ فنشوف هيحصل إيه في الكوانتم كمبيوتر. اللي قدروا يعملوه الحقيقة إنه يقدروا يعملوا فاكتورايزيشن فور لارج نمبرز. كل الانكريبشن اللي احنا معتمدين عليها في التليفونات بتاعتنا، في الايميلز بتاعتنا، في المعاملات المالية بتاعتنا، كلها معتمدة على سيستم اساسي. هذا السيستم الاساسي اشتغل عليه عدد من الناس، جروفر وغيره وغيره، انه بيقول ان احنا مش هنقدر يعني تكسر الانكريبشن ده الا انك انت تجيب كمبيوتر يشتغل مثلا 100,000 سنة لو الكمبيوتر بيحاول يحلها. ليه؟ باخد رقم كبير برايم نمبر عبارة عن مضروب 2 برايم نمبرز مع بعض، وفي نص البرايم نمبر ده معروف، لما البرايم نمبر التاني مش معروف. فقلنا طب هل ممكن نعمل الحكاية دي على مستوى الكوانتم كومبيوتينج؟ يس، if you can succeed it will change everything. انا عايز اوريكم ده الكوانتم كمبيوتر اهو، اول كوانتم كمبيوتر موجود في انزبروك، طبعا ضخم جدا واخد اوضه. طيب بس يعني ما هو الكمبيوتر العادي بتاعنا كان واخد برضو دور بحاله مش اوضه، مبنى. دي الايون ترابس اللي بيشتغلوا بيها في الكمبيوترز، وعملوا كوانتم كمبيوتينج و الانكريبشن اهي. لو ضربت رقمين في بعض بالشكل ده وطلع لي هذا الرقم، طبعا دي سهلة نضرب دي في دي وطلع الرقم ده. اللي صعب ان انا اديك الرقم ده وانت تقدر تكتشف الرقمين دول، وده اساس الانكريبشن. تخيل بقى ان الرقم ده مش 19 مليون، انما رقم طوله 125 ديجيت، 125 رقم.
هتقسمه الى المكونات بتاعته ازاي؟ ده اساس الانكريبشن. ويل ال 120 ديجيتس لونج انه الكلاسيكال كومبيوتينج بياخد ضخامه جدا في الحكايه دي. فانا لو زودت عدد الديجيتس مثلا من 130 الى 250 ده المشكله بتبقى 1 مليون تايمز مور ديفيكلت بالنسبه للكلاسيكال كمبيوتر. الكوانتم كمبيوتر 4 مرات، يعني حتى لو بيحل دي في ساعه هيحل دي في 4 ساعات، بينما الكلاسيكال كمبيوتر لو زودت عدد الديجيتس اللي كان بيحله مثلا في 1000 ساعة هيحله في 1000 مليون ساعة. فلذلك الانكريبشن مبنية على اساس ان احنا بنحطها تبقى صعبة جدا لاي كمبيوتر نقدر يوصل للنتيجة بتاعتها. ولو تفتكروا كان في مشكلة كبيرة ما بين ابل والاف بي اي في امريكا على انهم يفتحوا الانكريبشن بتاع التليفون ابل. لو في كوانتم كمبيوترز الحاجات دي كلها هتبقى سهله جدا. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انا بقول هنكتشف نيو فورمز اوف انكريبشن تتمشى مع الكوانتم كمبيوتينج. انما اللي بيحصل بقى ان كل ده ترانسليتنج ده مجرد حسابات، هل ده ممكن يتحول الى ذكاء؟ ده بقى هو الموضوع بتاع الحاجه اللي عايز اقولها دلوقتي، اللي هو هل ده مجرد آلة حاسبة ولا ممكن هذه الآلة الحاسبة بتكتسب الذكاء؟ الذكاء اللي هي صفة احنا بنربطها دائما بالإنسان. فأنا هقف هنا دي كده، في أي حد عنده سؤال قبل ما انتقل إلى فكرة البحث عن الذكاء الصناعي؟ أنا بعمل كده بس عشان النور جاي في عيني مش شايف حد. لو اوكي ننتقل، هي قصه طبعا مجرد كانت قصه طريفه على ازاي الكمبيوترات اخترعت ولمت الوايرلس تكنولوجي التوك تكنولوجي بتاع التليفون والراديو والمورس كود والتايبنج والبرنت، كل الحاجات دي تدخلت مع بعضها عشان تصل لهذه النتيجه. اما بقى at the same time في بندور على الارتفيشال انتليجنس، في ناس كتير جدا داخله في معركه فكريه، هل المكن قادر انه يفكر ولا دي صفه ينفرد بيها الانسان؟ برضو في معركه تانية زي ما انتم عارفينها ما بين الانسان والحيوان، وهل الحيوان سنتينت وهل الحيوان عنده مقدرة انه يفكر في كومبلكس بروبلمز ولا لا. الحاجات دي يعني اللي هو الجزء الثاني من اللي عايز اقوله النهاردة، ان السيرش ده بدأ بديفينيشن وفي ايماجينيشن ضخمة جدا لازم تلعب دور كبير، وكان في محاولة هل ممكن الواحد يعمل نظام تفكير منطقي لوجيكال بيرفكت ولا لا. وبعدين طب ازاي بقى دخلنا اللوجيك ده جوه الكمبيوتر وايه اللي وصلنا اليه؟ الحقيقه انا هختصر شويه في الحته دي، انا ما هنمشي لان الحته مهمه جدا. يعني what is artificial intelligence؟ it's a study and design of intelligent agents where an intelligent agent is a system computer system that perceives its environment، اذا قادر ان هو يعرف environment اللي حواليه، and takes actions which maximizes the chances of success for a given objective. جون ماكارثي قال it's simply making intelligent machines، والناس كلها معتمده على حاجه اسمها تيورينج تيست، هنرجع تاني للتيورينج الان تيورينج في الحكايه دي. System demonstrates، عايزين منه يقدر يبين ايه عشان نقول عليه عنده ذكاء صناعي؟ reasoning knowledge planning learning communication perception and the ability to move and manipulate objects. وفي ناس بتقول عايزين general intelligence or strong artificial intelligence،
دي has not been achieved, اللي هي قدرة الإنسان إنه يتخيل الحاجات اللي مش موجودة وإنه يقدر إنه مش بس يتخيل الحاجات اللي مش موجودة إنما يقدر يتعامل مع الأبستراكشنز من الواقع اللي هو بيتفاعل معه. It draws on many fields, psychology, philosophy, neuroscience, computer science, economics research, optimization, logic, وفي جزء كبير في الروبوتكس وفي الكنترول سيستمز الاخر. ففي فروع مختلفة كتير كلها عمالة انها تتواصل مع بعض عشان حكاية الارتفيشال انتليجنس. وقعدنا 50 سنة منتظرين الارتفيشال انتليجنس, اكتر من 50 سنة, قربنا على 70 سنة بنتكلم في الارتفيشال انتليجنس وما فيش نتائج. انما في السنتين ثلاثة اللي فاتوا كل حاجة اتغيرت. فأول حاجة نرجع للفيجنريز, ليوناردو دافنشي, جول فيرن, إتش جي ويلز, الناس دي كلها تصورت وفكرت في إنه لا, إن ممكن إن إحنا يبقى في مكان, ويبقى في مكان يقدر يعمل حاجات البشر ما يقدروش يعملوها, منها إنه يقدر يطير, إنه يقدر يعمل حاجات كتيرة, وأيضا إنه ممكن يفكر. وعلى فكرة ليوناردو السكتشات بتاعته بنجرب ننفذها دلوقتي وبنجد إنها كانت فعلا ممكن إنها تتنفذ دلوقتي. جول فيرن طبعا من الناس اللي اتكلموا على الرحلة الى القمر والساب مارينز وحاجات تانية كتيرة, وطبعا القمر وصلنا له سنة 69, وفي محاولات كتيرة على يعني تكريم جول فيرن دلوقتي على الذاكرة بتاعته. اتش جي ويلز كذلك عمل The War of the Worlds, عمل Time Machine, عمل حاجات كتيرة جدا يعني احنا كلنا بناخدها as a given. In fact, جزء كبير من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي الناس اللي اتكلمت عليه قبلينا كانوا اللي بيكتبوا روايات الساينس فيكشن. ثلاثة كبار, ايزاك ازيموف وروبرت هاينلاين وارثر كلارك, الحقيقة يعني عملوا دور كبير. ارثر كلارك هو ستانلي كوبريك عملوا فيلم مشهور قوي اسمه 2001, اللي هو على تخيلهم بداية الألفية الثالثة وSpace Odessa, وبعدين what they imagined is a computer بيتقلب على البشر اللي معاه وبيموتهم جوه السبيس شيب. وقعدوا يفكروا الكمبيوتر ده هيبقى شكله ايه, هو عين وصوت وميموري. فدي كانت موضوع أوديسة الفضاء اللي احنا شفناها, وده آرثر كلارك مع الحاجات ده يعني. عمل روبرت هاينلاين عمل الصراعات اللي بيننا وبين كائنات اخرى, وايزاك ازيموف هو اللي كتب عن الروبوتس وحط قواعد الروبوتكس ان الروبوتس ما تاذيش البشر. التصورات بتاعتهم كلها دي دخلت في الافلام ودخلت في التصور العام بتاعنا. بس ازيموف سال سؤال احنا بنساله لغايه النهارده, هل الروبوت هيبقى قادر انه يحس بنفسه؟ يعني حتى لو هو عنده ذكاء انه يحل حاجة, هل هيبقى عنده شعور؟ هل هيقدر يكتسب مشاعر تجاه بشر او تجاه مكانات تانية او تجاه حاجة تانية؟ ولا مجرد هيبقى بيتفاعل مع واقع لحل مشكلة محددة؟ ده اللي هو السؤال اللي كان بيسأله ازيموف في الروايات بتاعته, وده جزء منه. أنا بقى نبص للجماعة بتوع الأدب عارفين القصص دي, إنه جاي من رغبة الإنسان إنه يخلق إنسان زيه. وطبعا عندنا كتابات في هذا الموضوع من قصة بيجماليون وجلاتية وكتابات جورج برنارد شو بعد كده. فالرغبة الواحد يخلق روبوتس تقدر تتفاعل مع الواحد إلى آخره, ده جزء من العملية. إنما هل في ذكاء صناعي ممكن نعمله؟ في ناس قالت الأول هنقدر نعمل ذكاء صناعي هيبقى هايل, لأن مش هيعمل الأخطاء بتاعة البشر, لأن أغلب البشر بيغلطوا في اللي هم بيحسبوه وبيعملوه, فإحنا هنعمل حاجة بيرفكت. طيب إيه بقى فكرة البرفكشن؟ ما اقدرش اقول لكم بقى خطوات محدده, انما في اتجاه كده زي ما اقول يعني الاتجاه الشمال او اتجاه الغرب ماشيين في اتجاه معين. الناس قالت طيب لو انا عندي انضباط لوجيكال مظبوط وبعمل ريزنينج منطقي مظبوط 100% لازم اوصل لنتائج 100% صح. اول واحد
قال الكلام ده هنا في مكتبة اسكندرية القديمة إقليدس. إقليدس مش بس كتب الـ Elements of Geometry، إنما أسس ما يعرف بالأكسيوماتيك ميثود. يعني قال هبتدي بعدد من الأكسيوم أو المسلمات صغير جدا، خمسة في أربعة زائد واحد عشان نتكلمش على Parallel Postulate بتاعه، وبعدين حبني كل ما حصل بعد كده باستنتاجات منطقية من المسلمات الأولانية دي، فهيحبني صرح. وهو فعلا بنى صرح كبير جدا في الجيومتري، وده كان فكرة الأكسيوماتيك ميثود دي قعدت تطارد عقل الإنسان. طب هل أنا أقدر أوسع ده إلى جميع أنواع المشاكل، مش مجرد المشاكل هي مختصة في رياضيات الهندسة؟ فسنة 1900 ديفيد هيلبرت، حط صورته هنا، ده كان رئيس جمعية الرياضيين، وحط بروجرام قال ان احنا عايزين زي ما إقليدس عمل في الجيومتري عايزين نعمل لكل الرياضيات. فادي 100 مسألة لو نحلهم هنبقى نعمل استراكشر بتاع الرياضيات بيرفكت. والبروجرام بتاعه يعني أثر على كل القرن العشرين في دور الرياضيات. وكان هو بيقول we must know and we will know، اللي مش عارفينه النهاردة هنكتشفه بكرة. سنة 1901 في بداية القرن في جوتلوب فريج كتب عمل ضخم جدا على الست ثيوري، اللي هي ان فكرة الرياضيات تتبني على ان احنا بنجمع الامثال مع بعضها، نحط المجموعة دي تبقى وان ست والمجموعة دي تبقى another ست، واللي يفرق ما بين الكاتيجوريز دي هي دي المنطق اللي احنا نشتغل بيه. وكان جاهز وتو فوليومز قدي كده كل فوليوم، وراحوا المطبعة زي ما بتعمل نهى عمر معانا كده، راحت المطبعة خلاص وسايند اوف عليه، وجاله جواب من شاب صغير بريطاني اسمه برتراند راسل، دي جريت برتراند راسل، بعت له سأله السؤال بين ان في خطأ في الست ثيوري. هي ديسترويد الثيسس بتاعته بسؤال واحد على حلاق على باربر. التكنيكال question if a set includes all sets that are not member of themselves does it include itself، ده التكنيكال بارت اوف ات. انما البارادوكس نفسه بيقول انه لو انا اتخيل انه باربر، هقول الحلاق ده shaves all the men and only those men who do not shave themselves. فالست of all the people that the barber shaves، does he shave himself؟ في contradiction. If he shaves himself يبقى not among the men who do not shave themselves. And if he is not included يبقى what is he included in؟ فتعريف الست of all sets ده أصبح صعب جدا، وفي contradiction موجودة هنا. قعد راسل بعد كده هو وألفريد نورث وايت هيد اشتغلوا على انهم يعيدوا بناء الماثيماتيكس بالصورة دي، ووصلوا لكتاب ضخم اللي هو برينسيبيا ماثيماتيكا سنة 1910، يعني بعد الحكاية دي بقى 9 سنين. وده يعتبر من أهم المحاولات لوضع كل التفكير الرياضي على نظام منطقي متكامل. لغاية هنا النظام المنطقي المتكامل ده كان صعب وله حدود، وكان التستينج بتاعه لسه شغال. انما لما جاء اينشتاين سنة 1905 الاول وبعدين 15 على 1920، الحقيقة هي had extended non-Euclidean mathematics، طلع بقى بر النظام ده ودخل حاجات كتيرة جدا زي method of tensors والحاجات دي في الرياضيات. 21 على طول بعد اينشتاين لودفيك فيتجنشتاين فيلسوف مهم جدا كتب ان اللغه فيها ambiguities
that could be replaced by perfect logical structures. وده على فكرة اللي منكم يعرفوا اللغويات. طبعا أنا شايف الدكتور سامح هنا موجود. نوام شومسكي فيما بعد structural linguistics هي سلالة هذا الفكر بتاع ويتجنشتاين. الفكرة الثانية، هل اللغة بتاعتنا ممكن نحولها إلى precision بحيث إن ما يبقاش فيها ambiguities، ولا الambiguities ده جزء لا يتجزأ من لغة التواصل اللي احنا بنستعملها لغة الإنسان؟ فويتجنشتاين قال إن ممكن. ففي هذه اللحظة احنا لسه ماشيين هيلبرت، فريج، راسل، ويتجنشتاين، كلهم ماشيين في اتجاه ان احنا، حتى اينشتاين بيدخل طبعا great logical structures، بيوسعوا دائرة التطبيق بتاع ان يبقى فيه logic perfect، وده اللي هيبني عليه بعد كده بتوع الذكاء الصناعي. فيرنر هايزنبرج اللي عمل uncertainty principle ايضا قال لا، في حاجات مش هنقدر نحكمها بحل واحد، انما اقول ان المارجن اوف ايرور فيها محدد وبعرف بالظبط هي ايه، انما ملهاش حل واحد. يعني ما تنسوش ان احنا تعلمنا النظريات في الرياضه وفي الهندسه ان بيبقى لها حل واحد مظبوط على طول. فهنمشي. فهايزنبرج از اونلي 26 لما قال الكلام ده، واخد النوبل برايز عمره 31 سنه. دخل بقى واحد شقلب الدنيا كلها اسمه كيرت جوديل. كيرت جوديل عمل بيبر عميقة جدا اسمها جوديلز بروف، قال فيها او اثبت فيها ان مش ممكن تبني نظام زي الماثيماتيكس اللي هم عايزين يبنوه ده يبقى متكامل وكونسيستنت، يا متكامل يا كونسيستنت. لو انت اخدت consistency يبقى هيبقى في دائما حاجات غير قابلة للإثبات. إذا عايز تعمل حاجة totally complete يبقى هيبقى في inconsistencies و paradoxes زي اللي كنا بنتكلم فيها. وإنه وأثبتها رياضيا، هو كان أستاذ فلسفة يعني، وده جوديل مع أينشتاين في برينستون سنة 54. الحقيقة جوديل عمل ضربة كبيرة جدا لكل التصور ان الواحد ممكن يبني ذكاء متكامل يبقى صحيح 100% مش موجود عند حد تاني. الاتسداس بلو للفكرة اللي كان بدأ بيها هيلبرت، واللي هو كان عايز زي ما إقليدس عمل للهندسة عايزين نعيد كل الرياضيات، ما حصلش. So if perfect complete and consistent reasoning and perfect rationality are not reachable بنعمل ليه في الارتيفيشال انتليجنس؟ ده بقى السؤال. فاصبح نعمل ايه؟ well, to build computer intelligence نرجع تاني لمين؟ للخوارزمي. الخوارزمي مش بس ادانا الجبر في كتاب الجبر والمقابله، انما ايضا اتكلم على العمليات والمعاملات. وبالتالي النهارده لما بنقول الجوريزم مبني على اسمه، كلمه الجوريزم اللي هي في الرياضيات كلها، ف it is part of this. الديفينيشن بتاعت الالجوريزم is a procedure consisting of a predetermined series of steps. نرجع تاني للراجل اللي غير كل، اظن في عدد كبير هنا دكتور مجدي اوذر فيلد لالان تيورينج. ألان تيورينج was a genius، مات صغير قوي عمره 42 سنة، إنما هو كتب البيبر على تصور إن ممكن نعمل مكنة. أذكركم بأدا لافليس لما قالت على مكنة بابج في القرن 19 ممكن نعمل لها برمجة بحيث إنها تحل مشاكل كثيرة جدا مش إنها تعمل مسألة واحدة. وبالتالي أصبحت هي لما اتكلمت في الحكاية دي أول بروجرامر في التاريخ. ألان تيورينج افترض مكنة قادرة وأثبت أنها قادرة أنها تقدر تحل جميع أنواع المسائل الرياضية أيا كانت، exponentials مش exponentials، factorization، square roots، cubic roots، etc. كل ده قابل أنه يتحل. وعمل يعني تصور المكنة تبقى شكلها إيه،
وتيورينج ماشين زي ما سموها هي الأساس بتاع بناء الكمبيوترز. مش هنخص في التفاصيل بتاع عملها ازاي، انما دي ادي ان اكشوال تيورينج ماشين مبنيه، وده كان كرتونز بتتعمل على تيورينج ماشينز وقتها، وده التمثال بتاع تيورينج في مانشستر. كتب التصورات بتاعته سنه 1936 في بيبر اسمها Uncomputable Numbers. البيبر دي بتعتبر هي الاساس بتاع الكمبيوتر ساينس لغايه النهارده، لانه حط فيها لوجيكال كومبيوتينج ماشين واثبت انها ممكن تعمل. طبعا ده ما كانش فيه كمبيوترز في العالم، كمبيوترز هتيجي بعد الحكايه دي بتقريبا 10 سنين او 8 سنين، عشان الحرب العالميه الثانيه بنوا اول كمبيوترات اللي انتم شفتوها في الصور اللي فاتت دي. انما الكمبيوتيشن اصبح نيو فيلد ان ماثيماتكس، ما كانش فيه الفيلد ده قبل كده لغايه ما البيبر دي اخترعها الان تيورينج. الان تيورينج هيخترع بيبر تانية بتاع الارتفيشال انتليجنس كمان. من ناحية تانية دخل شخص مهم جدا على الصورة اسمه كلود شانون. شانون كان تلميذ في MIT وقتها، وعمل ثيسس في MIT دخل فيها ايكويجن بتعرف باسمه شانون ايكويجن، وهو يعتبر زي ما ما ما, ما تيورينج بيعتبر الفادر اوف كومبيوتينج، هو بيعتبر الفادر اوف انفورميشن ثيوري. فانفورميشن ثيوري بدأت مع كلود شانون. وفي الماستر ثيسس بتاعته عمل سيمبوليك اناليسيس اوف ريليز اند سويتشنج سيركتس وابلايد بوليان لوجيك في الحكايه دي، فبدا ايه انه يربط الانفورميشن ثيوري والنويز وقد ايه تقدر تبقى الكومبريشن بتحصل في الانفورميشن وغيرها. فشانون من ناحيه انفورميشن ثيوري، تيورينج من ناحيه الكمبيوتبل ماشينز، وده شغل شانون اللي احنا شايفينه. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، وتيورينج راح عشان يحل الشفرة الألمانية في المكنة اللي كانت بيسموها الإنيجما ماشين، اللي هي كانت أصعب شفرة في العالم، وهو بدأ يبني حاجات في بليتشلي بارك تتعامل مع الحكاية دي. بينما في هذا الوقت في ناس تانية بتدور في فرع ثالث، قالت طب لو احنا عايزين نضاهي الذكاء الانساني لازم ندرس مخ الانسان، وبداوا يفكروا في النيورال نتوركس اللي موجوده في مخ الانسان، وقالوا طب ما نعمل ده موديل بتاعه زي تليفون سيستم، في سويتشز بتبقى اون اند اوف بتوصل الرسائل ما بين النيورونز وبعضها. والنيورال نتورك فاوندرز هم الجماعه دول، وجورج بوليا الحقيقه ستانفورد بروفيسور عمل ان ماتيماتيكال ابروتش تو سولفينج بروبلمز اسمه الهيوريستيك، انه نقدر نعمل قفزات زي ما الانسان بيعمل. وبعدين جه واحد عبقري اسمه جون فون نويمان وقالوا في جيم ثيوري اند ايكونوميك بيهيفير، ذا جريت كلاسيك، هو اوسكار مورغنستان، بيقول ان في حاجه اسمها اقدر اعمل استراتيجيه. فبقى يسألوا أسئلة زي طب لو إحنا اتنين مساجين، هل في مصلحتي إن أنا أعمل استراتيجية إن نتعاون مع بعض في إيجاد طريقة للخروج، ولا إن أنا أبيع زميلي عشان أوصل للخروج؟ إيه الأوبتيمم استراتيجي وإيه المصالح بتاعتها؟ ففكرة استراتيجية، يعني لغاية دلوقتي كنا بنتكلم في كومبيوتينج، كنا بنتكلم في انفورميشن، كنا بنتكلم في ناس بترى مخ الانسان زي سيستم بتاع كابلات تليفون، النيورونز بتوصل منها وبين بعضها ونعمل لها سيميليشن. دلوقتي في ناس بدات تقول لا، الفكر واللوجيك يبقى فيه والانتليجنس فيها استراتيجيه. انا بفكر انا عايز اخرج من هنا لازم انزل السلم ده، مش هينفع اروح كده على طول، لازم اطلع كده وانزل كده واروح كده. دي طبعا دي استراتيجية بسيطة جدا، انما في استراتيجيات سياسية واستراتيجيات عسكرية وغيره. فعشان نفكر في الاستراتيجية تتعمل ازاي، وفون نويمان هو اللي عمل الستراكشر بتاع الكمبيوتر، اللي هو ان في ميموري وفي اكتيف بروسيسنج وفي انبوت واوتبوت. الكتاب ده الحقيقة بيستعمل لغاية دلوقتي. بعديها بكام سنة جاء اول كمبيوترات زي ما قلنا، وتوسعت الكمبيوترات دهيا. وبعدين الناس قالت طيب هنبتدي نطبق الكلام ده ونشوف هل الكمبيوتر ده نقدر نعلمه انه يلعب شطرنج. قالوا شطرنج صعب، نعلمه انه يلعب داما اللي هو التشيكرز.
سنة 47 قالوا طب نعلم الشطرنج ده فيها شوية استراتيجية، فيها لوجيك، في قواعد لازم يمشي عليها. هل الكمبيوتر هيعرف يلعب تشيكرز؟ وده على طول، ده في الأول خالص 47. وبعدين كان في قضية السايبرنيتكس، أستاذ عظيم كان اسمه نوربرت فينر، كان دمه خفيف قوي، كان يقعد يقرأ في MIT. اللي يعرف MIT في كوريدورات كبيرة، وفي يعني الفصول أو السيمينار رومز مفتوحة عليها، ووينر كان يقعد يقرأ كتاب كده ويحط صباعه على الحيطة هو ماشي كده. فيوم كان في الباب بتاع الغرفة مفتوح، فراح داخل جوه الغرفة ولف الغرفة كلها وصباعه على الحيطة وطلع من الناحية التانية. الأستاذ والطلبة كلهم قعدوا يبصوا عليه وهو داخل، إنما كان منغمس جدا في قراءاته فاستمر بشكل ده. ولا راجل له دور كبير في حاجات كتيرة. طيب ففي ناس قالت لا، احنا بدل ما نعمل نقول ان احنا عايزين نشوف سيستم تليفونات عشان نفهم المخ، نقول ان المخ ده عبارة عن كمبيوتر، مخ الانسان ده عبارة عن كمبيوتر، بس كمبيوتر قوي. فهل نقدر نوصل ان احنا نعمل كمبيوتر زيه ولا لا؟ If the brain is a computer, can we build a computer as intelligent as a human being? افترضنا كده، ما اذا قلت ده كمبيوتر اقدر اعمل كده ولا لا. And how would we know؟ ازاي هنعرف وصلنا ولا لا ان يبقى في انتليجنس؟ تيورينج، رجع تاني تيورينج بالبيبر التانية بتاعته اللي هي 36 كومبيوتبل نمبرز 1950 كومبيوتينج ماشينري اند انتليجنس. وعمل حاجه اسمها تيورينج تيست. قال لو انا خبيت انت قاعد هنا وبتشوف شاشة ومش عارف مين اللي بيرد عليك، وتعمل حوار مع بشر وتعمل حوار مع مكنة، لو انت مش هتقدر تعرف الفرق ما بين البشر والمكنة، يبقى نقدر نقول ان المكنة وصلت لانتليجنس تعادل الانتليجنس بتاعت الانسان. وتيورينج كان حريص ان يقول تعادل الانتليجنس، ما قالش هتبقى هيومن انتليجنس، هتبقى تعادل الانتليجنس بتاعت الانسان. التيورينج تيست ده لغايه دلوقتي بنعتبره هو الالتيميت تيست، محدش عارف يصمم بيتر ديزاين. يعني الكمبيوترات طبعا وقتها كانت لسه متخلفه جدا، فما كانش في فرصه ان احنا نقدر نستعملها. بعد الدعمة بدا يقول لك طب نعلمهم شطرنج ونشوف حكايه الشطرنج دي. اصعب بكتير جدا شطرنج، في مئات الملايين. انا اقدر اقول لو انا عملت كده هو هيقدر يعمل ايه؟ عنده قطع كتيره جدا يقدر يحركهم، فبالتالي مش هقدر اعرف ازاي اعمل استراتيجيه، لازم تتطور طول الوقت وانا بلعب اللعبه. فسنه 56 عملوا سيمينار في دارتموث، اصبح من اللقاءات العلميه التاريخيه. لاول مره بقى استعملوا كلمه ارتفيشال انتليجنس، وكان في جون ماكارثي ومارفن مينسكي ونتانيال روشستر وكلود شانون بتاع الانفورميشن ثيوري، والجماعه دول قعدوا شهر اجتماع او سيمينار ممتد مفتوح شهر، واتوز برين ستورمينج، يفكروا ازاي نعمل ارتفيشال انتليجنس. كده بنعتبرها دي بدايه البحث الحديث عن الارتفيشال انتليجنس، ودول اباء الفرع بتاع الارتفيشال انتليجنس. In the meantime, Newell and Simon على فكرة أخذوا نوبل برايزز دولة بعد كده، قالوا طيب نقدر نبدأ بحاجة أبسط. لما بيجي طبيب تتقدم له حالة بيشخصها إزاي؟ فيقول طيب أنا بدور على العناصر دي، لو العناصر دي موجودة ممكن أن يبقى عندي هايبوثيسس أنه يعني ده اما برد عادي او نمونيا او بتاع. طيب هعمل ايه؟ عاوز تحاليل اضافيه، لو التحليل ده طلع كده يبقى هيبقى كذا، ولو التحليل طلع كده ممكن يبقى كذا، فهعمل تحليل تاني عشان اتاكد، وهكذا. ده is basically a decision tree، يعني بفترض حاجه وبقول اذا كان كده او كده، وبعدين اعمل تيست تاني واقول يبقى كده او كده. اتس ديسيجن تري، كلاسيك ديسيجن تري. فطب ما نبني اكسبرت سيستمز، ابني سيستم واحط فيه المعلومات دي، اجيب دكاتره كويسين قوي واسالهم انت بتشخص ازاي، وهعمل مكنه تقدر تسال نفس الاسئله وتختار المسار في الديسيجن تري ده
سواء كده أو سواء كده على حسب الأسئلة والأجوبة اللي هتحصل، وتوصل إلى أحسن تشخيص ممكن. فده سموه expert systems. بس قالوا لا، أن expert system دي بتحاكي الإكسبرتيز بتاعت بعض البشر، ما فيهاش ذكاء ذاتي، ما فيهاش أسئلة لنفسها. و they wanted a more robust program. فدول عملوا برامج، فكرة برامج كمبيوترز حديثة قادرة أنها تسائل وتمشي في تاخد تعليمات وتمشي في حاجات including chess. هيرب سايمون كسب النوبل برايز في الإيكونوميكس، مشتغل في ميادين كتيرة جدا، إنما وهو ونيول الحقيقة عملوا البرامج الأولى including LISP والحاجات دي. جون مكارتي introduced LISP programming. فالفترة دي كلها في الخمسينات كان في شعور إن ممكن حنوصل إلى إن احنا نعمل ذكاء صناعي. In the meantime نوام شومسكي رجع تاني للكلام بتاع ويتجنشتاين وقال لا، احنا نقدر نعمل through computer science. في كتاب بتاع syntactic searches بتاعته ربط ما بين الكمبيوتر ساينس والفكر بتاع ويتجنشتاين في الريموفل اوف امبيجيوتي من اللغة ويعمل structural analysis للغة، ورجع الفكرة دي كلها، واصبح على فكرة من اهم الناس طبعا في هذا الميدان. مارفن مينسكي كتير ناس تقول عليه father of artificial intelligence، وهما الاثنين الحقيقة هو فضل في الـMIT ومكارتي راح لستانفورد، والاثنين عملوا الارتفيشال انتليجنس لابس في الاثنين. و in the meantime لوكاس who was also becomes a Nobel Prize winner believes in automaton cannot represent a human mathematician. قال انه الشغل بتاع جودل بيبين ان في ذكاء الانسان اللي يقدر يوصل لكونكلوجن زي ان يو كانوت هاف ا كومبليت اند كونسيستنت سيستم، ده مش اي حد يقدر يوصل لها، واوتوماتون مش هيقدر يوصل للحاجات دي. ف ده داغ هوفشتتر جاء عندنا هنا يا هدى، فاكره في اينشتاين 2005 كتب كتاب اسمه جودل ايشرباخ، بيكلم فيه الحقيقة extensive critical discussion بتاع الارجمنت بتاع لوكس. انما رجعنا تاني لفكرة الجودل والمايند والماشين. طب هل المايند محتاج للتخيل ولا ممكن نبقى purely logical؟ وان في limits of the machine and therefore لوكس argues the mind is not a machine. المايند اكتر من الماشين، المايند في حاجة تانية. In the meantime أول مرة تحصل احنا قلنا ايه، علموا الشيكرز الدامة، كمبيوتر ديفيتس الشامبيون بتاع الشيكرز. ده امتى؟ 62 الشيكرز بروجرام، ساميولز الشيكرز بروجرام ديفيتس اللوكال ستيت شامبيون. فده شغال، دول ناس شغالين على البرمجة والسوفت وير. In the meantime عندنا ناس شغالة على الهاردوير، بتحول بتطور الكمبيوترز من ناحية الهاردوير. مين؟ جوردن مور، وعمل مورز لو اللي بيقول ان هيتضاعف قوة الكمبيوتر ويقل ثمنه الى النص كل سنتين تقريبا. ومورز لو مشيت يعني pretty much as it is. ده ويفرز، ده عدد الترانزيستورز اللي موجودة في الجهاز، بتدي من 1000 هنا لغاية مليار هنا لغاية 10 مليار هنا، لأن ده كله بيتضاعف على طول log scale يعني. ففي 30 سنة تضاعف من 4000 ترانزستور إلى الدول كور أكتر من 2 مليار ترانزستور. ده الشكل بتاع الترانزستورز الموجودة هنا دلوقتي. في الفترة الأخيرة دي 2015-2016 اللي بنتكلم فيها، بدأنا نحس إن احنا وصلنا للسيلينج مع مورز لو على حوالي 10 مليار ترانزستور، مش هنقدر نكسرها أو نتصور إلى هذا. إنما ده الكمبيوتر الواحد. In the meantime ماتكالف قال أنتوا بتكلموا في كمبيوتر واحد ليه؟ ما زي ما المخ متربط في حاجات كتيرة، النيورونز متربط مع بعضها،
احنا نربط اجهزه باكملها مع بعضها. وميتكاف عمل القاعده، عمل الايثرنت، الكابلات اللي بتشوفوها دي، وتربط الكمبيوترات مع بعضها في شبكات، وقال ان الشبكات دي هتبقى اقوى بكتير جدا وافيد بكتير جدا من مكنه لوحدها، مهما كانت الذاكره اللي هنديها للمكنه دي لوحدها. دي المعادلات بتاعته. فهنا بقى بدا يقول الحكايه دي هتمشي بدون ليميت، في النتوركس بتاعتها بتتضاعف اهميتها. فاذا في تشابكات النتوركس من ناحيه، ده لسه سابق للانترنت، فكره تشابك النت وبنربطهم بكابلات، فكره مخ الانسان، فكره ان اقدر اقوي الكمبيوتر almost indefinitely، فكره ان في لوجيك ممكن يبقى بيرفكت، في ظاهره ان الكمبيوتر قدر يغلب البطل بتاع التشيكرز. ففي جوزيف وايزنباوم في MIT عمل برنامج اسمه إليسا، بيخش في حوار متشابه شويه للتورينج تيست، ولكن هل هو يمثل هذا ولا لا الله اعلم. هوريكم اكزامبل من الاسئله والاجوبه وتقولوا لي انتوا عايزين ايه. هربرت دريفس وقتها وريتشارد جرينبلات قالوا لا، ان البرامج دي ما تنفعش. دريفس بيعتبر انه المخ الانسان في كواليتي مختلفه عن مخ المكنه، والمكنه therefore can never have real intelligence. النيورال نتس بقى اللي هي النتوركس اللي بتشابه تضاهي عقل الانسان، بدانا ننقلها، وعملوا الاكسبرت سيستمز في السبعينات. دانيال دينت طرح لاول مره بقى سؤال مهم جدا، قال طب انا اي واحد فينا هنا شاعر بنفسي، انا حاسس ان انا اسماعيل سراج الدين، وان انا بشوف هنا سامح الانصاري، وبشوف هنا فلان، وبتفاعل مع فلان، تفاعل مع فلان، هل المكنه قادره ان يبقى عندها consciousness، تبقى عندها شعور باللي حواليها، وان في حاجات ميتافيزيكال وحاجات فيزيكال وحاجات، هل ولا هي برضو حاجة بتحل مشكلة علمتها لها ازاي حلها فهي بتحلها تاني؟ اذا ما فيش consciousness هل هنقدر نقول ان في ذكاء؟ ده اللي احنا وصلنا عليه. وفكرة البرين as computer هو رفضها، لا البرين اكتر من كمبيوتر بكتير. برين الانسان بيديني self consciousness، بيديني تواصل مع الذات ومع الاخرين، بيديني فرصة ان افهم مشاعري، بيديني حاجات كتيرة جدا ما هياش مجرد برنامج لحل مشاكل. وصحيح ان اقدر اقول ان النيورون ممكن اصوره باللوجيك جيتس والترانزيستورز، انما هو اعقد بكثير جدا من هذا. فدنت فتح موضوع حوار ضخم جدا، ودريفس كان معاه في الناحية دي، وكريتيسايزد البيزيك سابوزيشن ان انتليجنس كونسيست اوف ذا مانيبوليشن اوف فيزيكال سيمبلز according to rules. This is not intelligence. ده اللي انتوا بتعملوه ده عبارة عن ان انتوا بتسرعوا مكنة قادرة انها تعمل حسابات كتيرة جدا، بس ده ما معنتوش ان في ذكاء هنا. و يعني الكتاب بتاعه المشهور What Computers Cannot Do، وبقى في ناس تانية اتريقت عليه، قالت له انتوا التاريخ كله سواء الكنيسة أو الفلاسفة كانوا يقولوا إن العلم مش هيقدر يعمل كده ومش هيقدر يعمل كده ومش هيقدر يعمل كده، وسلسلة من التراجعات لأن العلم قدر يعمل كده وقدر يعمل كده وقدر يعمل كده، واللي أنت بتقول إن إحنا مش هنعرف نعمله بالمكن ده هتشوف إن إحنا هنعرف نعمله بالمكن. In the meantime وايزنباوم الحقيقة سأل سؤال تاني، وده أول مرة السؤال ده يخش في الـ في الـ في الحوار، هل في إيثكس أو ethical questions تخش في موضوع أن الواحد يبني ذكاء صناعي؟ هل عندي مسؤولية معينة تجاه الإنسانية والمجتمع تخليني أبني الجهاز ده بصورة معينة أو بصورة أخرى؟ فده كان صورة الأسئلة الموجودة في السبعينات لما كان تومسون وفي بيل لابز بدأوا يعملوا chess playing programs. جون سيرل سأل سؤال تاني،
جون سيرل ده فيلسوف أمريكي والعمل التشاينيز روم أرجمنت. قال طب نفترض دلوقتي أن أنا جبت حد وحطيته في غرفة وعنده رول بوك على اللغة التشاينيز وبتجيب لي إنبوت، بتديني حاجة في إيدي، أنا بدور على السيمبل ده طبقا للرول بوك ده ويبقى فيه أوتبوت طبقا للرولز لازم أحطه من الناحية التانية. طب أنا مش فاهم كلمة تشاينيز، إنما ممكن إن أنا أنفذ، يجي لي تعليمات أبص في الكتاب وأحط مخرج. هل أنا ما أفهمش تشاينيز خالص، هل ده يؤدي إلى إن أنا عرفت أعرف تشاينيز؟ لو أنا بعمل مثلا ترجمة من تشاينيز لراشن وأنا أعرف ولا تشاينيز ولا راشن، إنما ما أقدر أنفذه كده. طب أليس هذا هو اللي أنتوا بتعملوه في الكمبيوترات؟ حد قال إن الكمبيوتر ده بيفهم تشاينيز أو بيفهم راشن أو بيفهم بمعنى يفهم بقى، يعني غير المترجم البشري ده عنده رول بوك وبياخد حاجة وبيطلع حاجة. فهل ده يعني إن ده ذكاء ولا لا؟ الـ problems ده have been great debates بقى حصلت في الفترة دي، جون سيرل و others في المشكلة دي. في حد بقى سأل سؤال تاني وده تضع أصعب حاجة بالنسبة للـ artificial intelligence، common sense. يعني احنا عندنا ambiguities في اللغة، لما أقول إنه أنا شايف حيطة فيها فيترينا وفي بسكليتة موجودة هنا، هل البسكليتة موجودة مسنودة على الحيطة ولا جوه الفيترينا؟ في ambiguities موجودة، إنما الكومن سنس هيقول إنها غالبا في مسنودة على الحيطة. طفل عادي عنده كومن سنس far more advanced إنه يقدر يتعرف مع الحياة اللي حواليه ويقدر يصل إلى conclusions حتى في حاجات ما شافهاش وما عرفهاش. الكومن سنس ده هل ممكن نعلمه للكمبيوتر ولا لا؟ الله أعلم. واحد اسمه داج لينا سنة 80 قال هنعمل نعلمهم كل حاجة، هنقعد نعلمه كده، نجيب كل كتب العالم وكل حاجة وكل المواقع ونعلمها له، وفي الآخر هو هيبقى واصل للكمبيوتر إنه يقدر يعمل الحكاية دي. البروبلم على طول في المسألة دي انه طبعا النوليدج كيبس اكسباندينج فيري رابيدلي، والابيليتي تو ترانسليت النوليدج ده انتو لوجيك اللي هو الكومن سنس مش موجود عند الستراكشر بتاع الكمبيوتر. ان ذا مين تايم يعني كان في سوفت وير بدا يتباع ويبقى له قيمه، وفي واحد اسمه مورافيك قال ان الفيوتشر هيبقى الروبوتس والهيومنز هيشتغلوا مع بعض وهنعمل تكنولوجيكال روبوتس. لغايه دلوقتي كنا بنتكلم فقط في السيرش فور ارتفيشال انتليجنس بالنسبه للذكاء، انما الناس قالت طب والروبوتس، هل نقدر نعمل روبوت زي البشر كده يقدر يتفاعل معانا ولا لا؟ الكلام ده بدا في نهايه الثمانينات اوائل التسعينات وبداوا يقولوا towards consciousness، ايوه ان احنا هنوصل، ولما نوصل لكمبيوترز ذات ار سترونج انف الكونشسنس دي هتطلع لوحدها، هتلبي ان ايمانيتنج باور. ومورافيك قال الكلام ده وعمل الروبوتس وفكره الروبوتيك فينجرز، وسولز ان سيليكون از ا فيموس بوك كتبه. دينت رجع تاني للكونشسنس اكسبليند ورفض انه يبقى في كمبيوتر عنده هذه القدره في المساله دي. ظهر بقى شخص خرافي جدا اسمه ري كورزفايل، على فكره احنا بنستعمل شغل بتاعه في مكتبه اسكندريه بالذات بالنسبه لطه حسين، اللي عمل شغل على تكست تو سبيتش سينثيسيس الكترونيك ميوزك كيبورد، ريسيفد ناشونال ميدل اوف تكنولوجي، يعني ما هوش راجل مجنون يعني، انما له اراء جنونيه شويه تخض شويه. فاول حاجه قالها في ذا ايج اوف انتليجنت ماشينز، قال ان برامج الشطرنج هتكسب بطل العالم قبل سنة 98، يعني بيقول الكلام 88 ونشره سنة 90، وفعلا سنة 97 قبل 98 جاري كاسباروف خسر قدام اي بي ام ديب بلو في ماتش مشهور قوي، اول مرة ان كمبيوتر يهزم شخص في الشطرنج.
بطل العالم في الشطرنج. الديبيت بقى حصل the meaning of the defeat by Big Blue, game over, وانه Big Blue كسب. بس قالك لا, ده لان الشطرنج له قواعد محددة جدا, وبالتالي طول ما الكمبيوتر قاعد في قواعد محددة دي بيقدر يكسب. ولكن سنة 2011 IBM عمل برنامج اسمه واتسون, هزم الأبطال بتوع العالم في لعبة اسمها جيبردي اللي بيسألوا فيها أسئلة and you have to answer. فواتسون is an answering machine, بعملها الجماعة بتوع IBM. In the meantime كان في واحد اسمه دينيس هاسابيس عمل حاجة اسمها ديب مايند, اشتريته جوجل ب 400 مليون دولار. والبرنامج بتاع ألفا جو ده عملوه عشان النقطة اللي قلناها من شوية, الاستراتيجية. في لعبة اسمها جو, لعبة صينية كورية كلها عن استراتيجية, وكان بيعتبروها أصعب بكتير جدا من الشطرنج. فإيه اللي حصل سنة 2016 بالضبط دلوقتي, جوجلز ألفا جو ديفيتد ذا وورلد شامبيون لي سيدول في الجيم اوف جو. دي لعبة الجو بتحرك الحاجات دي كلها, عايزة استراتيجيك ثينكينج كبير جدا. فالبرنامج واز ايبل تو ديفيت الهيومن بينج. خدوا بالكم, بدأنا بالشيكرز, رحنا للشطرنج, رحنا للجيبردي, رحنا للجو اهو دلوقتي 2016 جو الاستراتيجيك ثينكينج, والكمبيوترات وصلت انها هزمت احسن ابطال العالم من البشر. In the meantime في الماثيماتيكس روجر بينروز قال ان humans may be able to overcome most logical loops that defeat machine because of quantum physics. قدرتنا ان احنا نفكر لغاية ما يبقى عندنا quantum computer مش هنقدر نضاهي الذكاء البشري. والله الله أعلم لسه ما وصلناش للحكاية دهين, إنما هنقدر نوصل. لما كورزفايل بقى اللي احنا شغله بنستعمله في التكست تو سبيتش في مكتبة طه حسين, كتب كتاب اسمه The Age of Spiritual Machine, وقال إن in effect احنا بنمر بتطور في الإنسانية ضخم جدا. هذا التطور هيصل الـ Six Ages of Evolution, إن في Physics and Chemistry, Information is in Atomic Atoms, بعدين in DNA, وبعدين in Neural Patterns and Networks يعني, وبعدين بنحطها في الهاردوير والسوفتوير في Space 4, وبعدين في Space 5, Epoch 5 ده هيحصل Merger of Technology and Human Intelligence, وإحنا والماشينز will become one. مش هيبقى فيه معركة بيننا وبين الماشينز, عشان إحنا والماشينز will become one. وهيبقى فيه بقى problems of the universe بقى كله بعد كده في الإيرا اللي بعد كده. فهو قال إن ده هيشوف لأن الكمبيوترات هتوصل إلى إن الطاقة بتاعتها النهاردة still million times bigger than a human human brain is bigger than the best computer million times. إنما هنوصل كمان شوية إلى إن الكمبيوتر هيبقى million times stronger عن the human brain. فهيحصل إيه وقتها؟ The sheer power of the networks was assumed by many to lead automatically to machine intelligence. وكورزفايل is a regular serious, وكان هو اللي اول واحد عمل 3D avatar سماها رامونا, ده في بداية القرن على فكرة جلاتيا وبتاع, وكتب كتاب اسمه The Singularity is Near, a true story about the future. وبيقول فيه ان احنا هيحصل لقاء ما بين الماشينز والبشر. وعلى فكرة بقى ده الحتة اللي احنا فيها دلوقتي, بداية اللقاء ما بين الماشينز والبشر, ده اللي أنا قلت لكم في السنتين ثلاثة اللي فاتوا حصل تطورات كبيرة جدا اللي مخليها ناس زي ستيفن هوكينج وبيل جيتس يقولك لا احنا نخاف من اللي بيحصل ده. ودول طبعا ناس بيفهموا في التكنولوجيا, يعني محدش يقدر يقول ان بيل جيتس وهوكينج ما بيفهموش في التكنولوجيا. كورسوال بيقول ياي مبسوط من الحكايه دي, احنا ماشيين في الاتجاه اللي هيحقق الاحلام بتاعتي. وكتب كتاب اسمه The Singularity is Near. والكتاب ده الحقيقه بيقول ان البشر احنا كبشر عندنا سوفت وير كويس اللي هو مخنا, هارد وير البيولوجي بتاع جسمنا ده تعبان قوي, بنعجز وبنتجرح وبيحصل لنا حاجات كتيره جدا. فلازم نعمل ميرجر وبيكام سايبورجز
وبعدين I can upgrade الهاردوير بتاعي ده ف I can live almost forever. في postulates كتيرة technological evolutionary point, مهم مش هنخش في التفاصيل بتاعت النظرية بتاعته, ولكن النظرية ماشية. بينما in the meantime Bill Joy على فكرة ده اللي اخترع اليونكس, رجع تاني للسؤال بتاع وايزنباوم وإليزا, قال يا جماعة الشغل ده لازم يبقى فيه وراه ethical framework, لازم فيه ethics تضع حدود في نوع القرارات اللي لازم نعملها. والمهم في الحكاية دي هو he accepts Kurzweil's predictions, ولكن هو بيشوفها نيجاتيف. كورزويل شايفها حاجة very positive, هو شايفها negative. يعني هو في الكتاب ده من 15 سنة سابق لموقف بتاع بيل جيتس وستيفن هوكينج, إن لا يا جماعة ده في خطورة هنا لازم نقف عندها. و he was the co-founder of Sun Microsystems, و the divisions بقى sharpened a lot ما بين إن هيبقى في the future is for machines more intelligent than humans, مورابيك وكورزويل, وإن في limits to machine intelligence, دريفوس وبنروز والتانيين, واللي بيحاولوا يقولك لا لازم نجد طريقة نتوفق ما بين الاثنين زي بيل جوي وبايزنباوم, بيقولك لا لازم يكون في قيم أخلاقية تحكم التطور العلمي اللي هيتم. أنا هقف عند النقطة دي عشان أديكوا فرصة ناخد بريك بتاع نص ساعة ونرجع تاني وأقول لكم على التطورات اللي حصلت في الكام سنة اللي فاتوا واللي هم حطينا دلوقتي قدام الأسئلة اللي عمر ما في بشر قبل كده جابهت هذه الأسئلة, لأن ما كانش فيه مكان قادر إنه يعمل اللي بيتعمل دلوقتي واللي بيتطور دلوقتي والسرعة اللي بيتحرك بيها العالم في الفترة دي. زي ما بقولكم في السنتين ثلاثة اللي فاتوا وبنبص للسنتين ثلاثة اللي قدام, ما بقناش نتكلم على 2050 و2100, لا أنا بقولك سنتين ثلاثة اللي فاتوا حواريك إيه اللي حصل فيه وحواريك المتوقع على 2020 ده بعد بكرة. احنا اوريدي فات نص 2016, يعني احنا دلوقتي سنوات بسيطة جدا. التحدي ده بقى بيطرح أسئلة كتيرة جدا, أسئلة على فعلا إيه العلاقة اللي هتبقى بين الإنسان والمكن, وإيه النظام الإيثيكال الأخلاقي اللي لازم يحكم فكرة القوى العقلية والذهنية بتاعت المكن. في بعض الناس ومنهم بيل جيتس زي ما قلت بيقول إن العيار فلت مننا خلاص, مش هنعرف نلم العملية دي تاني. وزي ما قلت لكم ده مش واحد تافه او صحفي بيكتب, لا ده واحد من اللي بنوا الثوره اللي احنا بنتكلم عليها, وفي كذا واحد من زملائه ايضا بيفكروا نفس التفكير ان العيار فلت من هنا. في ناس تانية بتفكر لا, ان بالعكس دي فرصه جميله جدا ان احنا ننطلق نحو المستقبل بصوره اكثر من رائعه. فكده ناخد بريك نص ساعه ونلتقي تاني الساعه 1:15. شكرا. Thank you.